حلقة جديدة من برنامج شيء ما يتخبى، وأكيد شعارنا ديما هو نحكي والحقيقة ونطرحوها على الطاولة صحبة ضيوفنا. أولا نحب نهني تونس وتوانسة الكل بالخبر السعيد والإنجاز اللي تحتب لبلادنا، هو تدشين اليوم مدينة الثقافة. إن شاء الله مبروك لكل المثقفين في بلادنا، وإن شاء الله مزيد النجاحات يا ربي. الخبر اللي كنا نستناو فيه وقت طويل برشا، وأخيرا مدينة الثقافة تم تدشينها. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا يهم كل تونسي قاعد يتابع فينا، خاصة أنه الموضوع أنه حديث الساعة. نحكيو على التعليم في تونس وين ماشي، نحكيو على أزمة في التعليم الابتدائي وأخرى في الثانوي، وتعقبهما أزمة حادة قد تتسبب في سنة بيضاء في التعليم العالي. لماذا ما زالت نقابة التعليم الثانوي تحجب الأعداد عن الإدارة؟ ما زلنا زادة باش نحكيو على مسألة البحث العلمي اللي قاعد يعاني في مشاكل كبيرة في تونس، وباش نحكيو على الإضرابات اللي موجودة في التعليم العالي وعلى المؤسسات الجامعية اللي ماهيش قاعدة تنجز في الفروض وتخوفات طلبتنا وكذلك الأولياء. كل هذا باش نحكيو فيه الليلة، وتراو صور لأول مرة تشاهدوها في قنوات تونسية على حالة المخابر، مخابر البحوث المخصصة لأبنائنا باش ينجزوا فيهم البروجي نتاعهم اللي يحلموا به ويحبوا يتعلموا في الأماكن هذه اللي من المفروض الدولة قاعدة تصرف عليها في برشا برشا فلوس. كفاءاتنا هما راس مالنا، وتونس معروفة عليها منذ الاستقلال قاعدة تراهن على كفاءاتها. احنا ما عندناش البترول، لكن عندنا الأدمغة نتاعنا اللي ماذا بينا انه الدولة تولي لهم اهتمام كبير برشا وتراهن عليهم. نرحب بضيوف اللي حاضرين معايا باش يحكيوا في الموضوع. محمد البوزيدي محلل الحصة، مرحبا بك. الأستاذ جوهر بن مبارك سياسي وأستاذ قانون دستوري، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. الدكتور بالعيدة ولاد عبد الله دكتور في علم الاجتماع، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. السيد منذر ذويب مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، مرحبا بك. مرحبا. سي زياد بن عمر أستاذ جامعي، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. سي نبيل الحمروني عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي، مرحبا بك. مرحبا. سيلتحق بنا في الحصة سيد نجم الدين جويدة منسق عام اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، وشهاب عضو الهيئة الإدارية الوطنية، وداد كلمامي منسقة وطنية للدكاترة وطلبة الدكتوراه. وكذلك يشرفني اليوم وبصفة استثنائية يكونوا حاضرين معنا كفاءاتنا وخيرة الدكاترة اللي موجودين معنا الأساتذة الجامعيين، مرحبا بكم، نورتونا، وانتم راكم فخر لينا وللبلاد، مرحبا حاضرين معنا. كذلك وجوه نيرة، وجوه نيرة من الدكاترة التونسية، الدكاترة اللي للأسف مازالوا ما التحقوش بسوق الشغل. إن شاء الله يا ربي الحلم يتحقق والأكيد سيتحقق، وكذلك طلبة الدكتوراه اللي حاضرين معنا، مرحبا بكم، والأكيد نرحب بالجمهور الكل اللي حاضر معنا. كما قلت لكم باش نبداو في الجزء الاول نحكيو على ازمه التعليم الثانوي، ونحكيو على المشكله الكبيره، مشكله حجب الاعداد، القرار اللي كانت اتخذته نقابه التعليم الثانوي. القرار هذا اللي اثار ضجه كبيره برشا في الشارع التونسي، الاولياء فيهم شكون يساند وفيهم يقول ما فماش علاش باش نزجوا التلميذ في المعركه بين الوزاره والنقابه. نشاهدوا هذا التقرير ثم نعود لمواصله الحديث في برنامج شيء ما يتخبى، تفضلوا. سامحني شنو هذو؟ هذو ما هاو قالك دي ريزولتا ولدي، شنو الحالة؟ ريزولتا متى شنو؟ ريزولتا متى ماستر، اللي يعقل يا سي الوزير؟ هكا معناتها ملوحين؟ اسمع أنا شوي كوماندون في الأغمية راني، مي سي با ماهيش معقول هذا، مش معقول، شنو هذا؟ راس بوك صور، شنو ما... واحد ما يعرفش روحه ناجح؟ ريزولتا متى شنو؟ هذيا ماستر، دوا ديزافير، بريفي. كل شيء ماهيش معقولة حتى طرف، شنو واحد يجي للزبلة يلوج على نتيجته؟ هاي الحفرة يا ولد، إجا شو الحفرة فيها هذه؟ إجا شو؟ أنا جيت باش نشوف البنت راسات لي نلوج في الزبلة،
مش معقول. انا عندي بنتي في الباك وعندي بنتي في السيت يماني، فهمتني؟ التو انا نتسائل وين هي البلتانات، علاش يعملوا كي امور نقابات امور ما نعرفش شنو، ما فهمتش انا التو وين ماشي الحكايه، ما نعرفش وين ماشي الحكايه، ماشي السيستم ناجي جلول، ما فهمتهاش انا الحكايه التو، ما مشني متقبلها الجمله. حبيت نعرف اللي وين ماشيين به الشيء هذا، ما وصلوا عملوا حاجه كيما هكا لما يكونوا هم متازمين من حاجه. فهمتي الوزاره يلزم تلبي لهم الطلبات نتاعهم باش هما يوفروا التعليم اللازم انا للتلاميذ، والاعداد مفروضه ما يحسبوهمش، يطالبوا ويواصلوا معاهم. هذا اذا كان معناها ما سبقش بطلبهم، اما اذا كان معناها سبق وهم ما لبوا لهمش، ايه من حقهم مش يعملوا حاجات من النوع هكا. نتصور هكا كاساتذه كتعليم بصراحه من حقهم، انا كواحد من الناس من حقهم نقف معاهم ونمشي معاهم ونتواجد معاهم راهو حتى سامحني من، اما بصراحه ماذا بيا نشوفوا حل في اقرب وقت. بصراحه انا كابو راني تعبت، بل بلا في صفوف التلامذه، بل بلا في صفوف الاولياء، هذا يدخل في خانه، وانا نصنفه بكل معناها موضوعيه في خانه معناها العهر التربوي ولا الفجور النقابي، مع الاسف الشديد اللي نشوفوه اليوم. ثم التغول النقابي على كل شيء، اليوم التغول النقابي وصل للتلميذ وللعائله، وهذا مش معقول بالمره. انا نتكلم فيك مربي، انا مانيش قابل الشيء هذا، وهذا من الاخطاء القاتله. ان شاء الله ما يكونش معناها وراه توظيف نقابي ولا توظيف سياسي على حساب التلميذ وعلى حساب نحن التوانسه، راهو راس من التلميذ، راس من التعليم. ونحب نقول حاجه، الناس اللي تدعي الوصايه على التربيه وعلى المنظومه التربويه هي اللي تفزت في التربيه وتفزت في المنظومه التربويه. ثم طلبات تعجيزيه مع الاسف الشديد، هذوما ناس يطلعوا في المال الصاعد. شوف نحن مش معاه تلبي الرغبات ولا معاه ما تلبيش، اسيدي لبي الرغبات، شنو المنتوج نتاعنا اليوم؟ هاك شطر تلامذه عايش على المخدرات، هاك مستوى تلامذه في الحضيض، هاك الغيابات تاكوكو، دونك معنا مش مشكلة تلبي ولا ما تلبيش، اسيدي لبي لك مقابل ذلك شنو المنتوج نتاعك؟ شنو تخدم انت اليوم؟ نحن راس مالنا التعليم، التعليم اليوم معناه تحت الساقين في الحضيض، والاساتذه هم خذاو راه، وان شاء الله ربي يزيدهم وياخذ، اما خطاوا لنا اولادنا. ليه بالنسبة لتو الحجب الأعداد من طرف الأساتذة التعليم الثانوي والأعداد، أنا راهم عندهم الحق. علاش؟ خاطر ثم غموض من وزارة التربية، وفما وزارة التربية قاعدة ترفع الأيدي على التعليم العمومي بشوي بشوي، بشعرة بشعرة معنا، فهمتني؟ ما فماش حتى نية للبناء، فهمتني؟ السيد الوزير السابق جاء يعني عمل لخبطة ما بين الأولياء والأساتذة والتلامذة، وخلاها شكشوكة ومشي على روحه. الوزير هذايا ما يتكلمش جمل. أنا واحد من الناس أستاذ نائب تو 10 سنوات من 2008 ل 2018 في اللاج 42 متريز مات، معناها الواحد ما يقلعك المتريز إلا من الروح نتاعو طلعت، فهمتني؟ وين الحقوق؟ هنا وقت اللي حوالي 17000 شغور بين الاعدادي والابتدائي والثانوي، وين الوزاره؟ وين الانتدابات؟ وين الكونكورات؟ وين مشات الفلوس؟ وين النهب؟ وين مشى هذاك؟ انا معناها ثم اسئله تحبس المخ. نحب نعرف انا شنو النيه نتاع وزاره التربيه. يا اخي احنا مستعدين نخدموا بلاش عام اثنين ثلاثة أربعة، أعطيني حقي، وضح الرؤية. راهو ضبابية في تونس في كل شيء، في التعليم في الصحة في كل شيء في الدنيا في الدومين الكل، وضح، خلي العباد تتنفس طرف يا رسول الله. راهو شيء راهو قهر معناها توا في التعليم ما عادش توا تلقي قسم فيه 36 37 34 قدام شاني، ما عادش التعليم ولا قارد توا. الفوضى عمت الناس الكل، وقت الفوضى تعم يولي كل شيء مباح. الأزمة إلى حد الآن ما زالت تراوح مكانها، يعني ما فما حتى جدية في التعاطي مع ملف المطلب للمدرسين. وزارة التربية تتجاهل المطالب، يعني تتهرب من طاولة المفاوضات. يعني آخر ما صدر من وزارة التربية أنها دعتنا يعني منذ أسبوع إلى طاولة المفاوضات، وعندما حضرنا إلى قاعة الاجتماع يعني وزارة التربية طالبتنا بالتخلي عن قراراتنا النضالية قبل البدء في المفاوضات، وهو في تقدير يعني سلوك يعني لا ينم عن جدية في المفاوضات.
المفاوضات، لأنه المفاوضات جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق بمقتضاه يتم إلغاء القرارات. أما أن نبدأ منذ البداية بشروط وبإلغاء يعني القرارات، فهذا يعني أنه الطرف المقابل لا يريد التفاوض وليس لديه يعني مقدمات وليس لديه مقترحات. كعليش احنا نعتبر أن الأزمة مازالت ستتواصل. نقابة التعليم الثانوي يعني ستنفذ كل يعني مقررات الهيئة الإدارية. أولا القرار القاضي بحجب الأعداد عن الإدارة سيتواصل، وأيضا يوم 22 يوم الخميس القادم سيكون هناك تجمع مركزي للمدرسين أمام وزارة التربية، وسيكون يعني تجمع كبير يعني بحجم كبير من المدرسين اللي مصرين على القدوم من أجل الاحتجاج، من أجل مطالبة وزارة التربية بالتفاوض الجدي، ومن أجل يعني المطالبة بإنهاء هذه الأزمة عبر مفاوضات جدية وليس عبر يعني مناورات وعبر يعني التهديد وتهديد المدرسين إلى غير ذلك من الأساليب التي تنتهجها وزارة التربية. وأيضا سننفذ يعني إضرابنا إذا لم تكن هناك جدية، إذا لم تكن هناك يعني مفاوضات سننفذ الإضراب يوم 28 مارس، ثم ستجتمع الهيئة الإدارية القطاعية مجددا للتقييم ولاتخاذ الإجراءات التي تراها تتناسب ويعني تفاعل وزارة التربية وزارة شؤون الشباب والرياضة مع مطالب المدرسين. للأسف الشديد الطرف المقابل اللي هو وزارة التربية ومن وراءها رئاسة الحكومة إلى حد الآن لم ترتقي إلى مستوى الطرف المفاوض، لأنه في كل مرة نمشيه إلى جلسة مفاوضات ما نلقاوش مقترحات جدية، ما نلقاوش تفاعل مع المطالب، ما نلقاو التهرب. ثم كما قلت في نهاية آخر جلسة مفاوضات كان هناك إعلان صريح من وزارة التربية بأنها لا تريد أن تكون طرف مفاوض بقدر ما تريد أن تكون طرف تصعيد، وذهبت إلى التهديد وتهديد المدرسين. احنا أجبنا على هذا التهديد وقلنا إذا تم اتخاذ أي إجراء ضد المدرسين من أجل ممارستهم الحق النقابي فسنكون هناك إجراءات تصعيدية أقوى، وأثبتت الوزارة أنها عاجزة على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المدرسين. وأنا في اعتقادي أن هذا الكل يجب أن تستفيد منه وزارة التربية لتفهم أنه ليس هناك من مخرج في علاقة بهذا الوضع غير طاولة مفاوضات جدية. إيه هو يدفع للسيدة وضحب أولادنا، ديما نقولها نعاودها، جاي مع السيدة حمي عليهم قهوة دفاع نتاعهم ومحمي نتاعهم، وشكون فينا الموت ضحية؟ أولادنا. بالنسبة لسعد يعقوبي إنسان معناته يحب يفرض وجوده مع الأحزاب مع الوزارات مع أي ميدان، وذا مش ممكن مش معقول بالكل. والله أنا نشوف فيه هو النقابي المثالي اللي يدافع على السادة، ومن حقه باش يدافع على السادة. روان سمحني أنا بالنسبة لي أنا من حقه قال يسعد عقوب من حقه باش يدافع على السادة، ما ثماش الإنسان الوحيد النقابي الوحيد مش ندافع عليه ولا حاجة، أنا نشوف فيه الوحيد قاعد يتكلم على التعليم من حقه، كل واحد من حقه، وانت من حقك كل اخر من حقه باش يتكلم على التعليم من حقه. بالنسبه لي انا لاسعد من حقه باش يتكلم على التعليم السادة. اما المركزيه النقابيه تنجم تخالف اي نقابي خالف العمل النقابي المطالب به، ثم القضاء زاد اذا يرى انه ثم نقابي جاوز حدوده واحدث بلبله ينجم زاد يحاسبه بغض النظر على الاسماء، يلزم الناس تو تتحاسب اللي اخطا يتحاسب. دونك حذاري من مس قطاع عام مرفق عام، ما هوش حكر على زيد أو عمر أو منظمة معينة أو كذا. والله أنا أشوف النقابة تاع التربية في شخص لسعد اليعقوبي ضرت بالتعليم وهلكت البلاد ودخلتها في عيد. يعني لسعد اليعقوبي بلاصه الحبس هذا، فهمني حطوا لسعد اليعقوبي بالحبس ورجعونا ناجي جلول، تو الامور تمشي 5 على 5. يعني نشوف فيها توتر الدنيا الكل، الحسابات الكل حبسها نورمال، ما يشبي الدوله باركه كيما يهزوش هما الليترات والكل وضعهم يتخدموا بشعريات من البطاله وش تقو نورمال، ما يهدي الاوضاع ويهفت ويهدي وخلت تتعدى السنين الاخرى على الاقل على خير، وبعدك يبدو يتحثوا على الزيادات كل شهرين ثلاثه يحبوا على الزيادات. يجم يتحاكم ثم يادي خفيه قاعده هي تحرص فيه، يجي يقول لك ما ثماش عداد لا خير لا في اليعقوبي واللي تابعين اليعقوبي ولا اللي يخدموا في اليعقوبي ولا الوزاره اللي بتاع اليعقوبي، كلهم لا خير فيهم حتى شيء.
أولا هناك تضليل من كثير من وسائل الإعلام للأسف الشديد اللي قاعدة تلعب في دور غير الدور الإعلامي اللي كان يفترض أن تلعبه. بعض وسائل الإعلام وصل بها حد التهريج إلى يعني تحريض الأولياء وتحريض التلاميذ ضد المدرسين. هذا لم يحدث، أثبت الأولياء مرة أخرى وأثبت التلاميذ مرة أخرى أنه علاقتنا بهم علاقة جيدة وعلاقة أخلاقية وعلاقة يعني ارتباط تاريخي بيناتنا وعلاقة شراكة يعني بيننا وبين الولي في علاقة بالتلميذ. هك علاش يعني احنا في تقديرنا قرارات النقابة لم تمس التلميذ في شيء ولم تمس السنة الدراسية في شيء. التلاميذ كلهم اخذوا اعدادهم واخذوا معدلاتهم والاولياء اطلعوا على فروض ابنائهم وعلى اعداد ابنائهم والدراسة تسير بشكل عادي والامتحانات تسير بشكل عادي، ولذلك لم يكن هناك يعني في تقديرنا يعني اي اشارة تدفع الاولياء للتخوف من السنة الدراسية. واحنا قدمنا كل التطمينات وقلناها بكل وضوح لن تكون هناك سنة دراسية بيضاء، لانه بالنسبة لنا صراعنا مع الوزارة من اجل الحقوق وصراعنا ايضا من اجل مدرسة عمومية ومن اجل يعني الارتقاء بهذا المرفق العام، وصراعنا سيظل صراع مع الوزارة. سنضغط بكل ما اوتينا من قوة من اجل ان نصل الى تحقيق الاهداف اللي رسمناها كهيئة إدارية في لوائحنا المهنية. من التحق بنا في حلقة الليلة من برنامج شيء ما يتخبى، ونعود نذكركم أنه بإمكانكم تخلونا أسئلتكم وتعليقكم فيما يتعلق بموضوع الليلة على صفحة الخاصة لقناة أم تونيزيا. محمد البوزيدي، بين مشروعية الاحتجاج واختيار أشكال النضال النقابية وبين تخوف الأولياء اليوم من أنه يكون فما سنة بيضاء، وان بلوس يقول لك انا نستنى في شهر مارس سي بون واحنا في عطله، نستنى باش ناخذ بطاقه الاعداد نتاع ولدي باش نقيم المجهود باش نشوف اذا كان في امكانيه ان نحسن التقييم نتاعي، انا على شنو باش نبنيه؟ كيفاش تقيم الوضع اليوم والصراع القائم اذا كان نجم نسميه صراع بين وزاره التربيه وبين نقابه التعليم الثانويه؟ قبل كل شيء انت قلت لي علاش باش نبنيه، واحنا كل شيء باش تد على روسنا. خلينا نحكيو منذ البدايه ونكون واضح، انا وراي الساده جميعين، سامحني، انا وراي الساده جميعين معناتها ودكاترة فيهم اللي يخدم وفيهم اللي ما يخدمش، وأيضا يتفرجوا فينا أساتذة ويتفرجوا فينا أولياء ويتفرجوا فينا أجانب وين ماشيين بالتعليم في تونس. الناس الكل راه لا أستثني لا وزارات ولا نقابات ولا حتى طرف، وين ماشيين بالتعليم في تونس. التعليم اللي هو مقياس تطور الشعوب، احنا التعليم في تونس أسفل السافلين، وصلناه من 2011 بدينا نسيبه في التعليم يوخر التعليم يوخر التعليم يوخر، حتى ولا سامحوني في كي نجيو نخزر المجتمع اقل انسان هو المعلم والاستاذ والاستاذ الجامعي، فما بالك اوتوماتيك راهو باش يولي معناتها المدرسه والليسي وكلهم مخرين بالتوالي. نتيجه اليه انه ما فماش اعداد، لانه لما تتراكم المشاكل بدون حلول مش تلقى في الاخر ما فماش عدد، كيف التعليم العالي ما فماش امتحانات، كيف معناتها فما احتجاجات، والاحتجاجات هذه تتواصل، لانه قبل ما تحكي لي على الولي اللي من حقه باش يعرف معناتها العدد نتاع اولاده، قل لي من حق البلاد هذه كل على المسؤولين نتاعهم باش يلقاو حلول، مش بالعامين والثلاثه والعشره. احنا وصلنا لنتائج حسب الاعداد انه ما فماش حلول في التعليم العالي، ما فماش حلول في اي مجال نمشيو له، ما فماش حلول. هنا انا نسالك على العداد اللي نسندوها اللي يقودوا في البلاد هذيا اللي يوصلونا في كل ميدان الغياب الحلول. الولي يطالب بالاعداد نتاع اولاده من حقه، ايضا الاستاذ وقت اللي يحشي بالاعداد راهو زاد من حقه احيانا، علاش؟ وقت اللي يوصل معتها ما فماش تفاهم او ما فماش تواصل او حوار السم، راهو باش تلقى كل واحد يجبد سلاحه. ما نحكيو يا اخي وقفنا على نقابه التعليم الثانويه، نحكيو على النقابات الكل، راهو لما نقبل معناتها ممارسات نقابات اخرى ما تلومش على نقابه التعليم الثانوي حتى في التركينه واحد، هات البلاد الكل نحكيو اسكو احنا باش نعديو فتره نبعدوا فيها على المشاكل ونقعدوا على طاولة واحدة وفي جلسة نوصلوا الحلول من أجل تونس،
واضح محمد. ولا خلينا نقعدوا في نفس المشاكل. واضح محمد، لكن احنا نحكيوا على مشكل قاعد عنده سنوات. وحاضر معنا سي منذر باعتباره ممثل عن وزاره التربيه، اليوم حاضر في برنامج شيء ما يتخبى، وماذا بينا ناخذوا منك المعطيات. نحن نحكيوا اليوم على ازمه حقيقيه بين وزاره التربيه وبين نقابه التعليم الثانوي، ونحكيوا ربما كما كنت تشاهد في التقرير الكاتب العام لنقابه التعليم الثانوي الاسعد يعقوب يقول لك وزاره التربيه اغلقت الابواب نتاعها في وجه النقابه ورافضه تماما مفاوضات، وبالعكس الوزارة تهدد أنه في حال الأساتذة ما رجعتش الأعداد للإدارة في تاريخ معين فإنه الوزارة باش تصعد. تصعيد من قبل الوزارة وتصعيد من قبل النقابة، وين ماشيين؟ يبدو أن الحلول ما زالت ماهيش مطروحة. تقييمك للوضع الحالي، وأكيد عندك المعطيات الكل. شكرا على الاستضافة. هو مرحبا. فعلا الوضع منا احنا نأسف للوضع هذايا، نظرا أنه اللي قعد منا محجوز في الإشكالية هذه هو التلميذ والولي. الجامعة العامة للتعليم الثانوي وقت اللي عملت الهيئة الإدارية نتاعها في جان في 2018، احنا دعينا إلى جلسة في 31 جانفي، وكانت هذه الجلسة الأولى، وشفنا اللائحة المهنية اللي فيها عديد النقاط. أغلب النقاط هي كانت منا نقاط عندها منها مردود مالي، ترفيع في منح خصوصية، ترفيع في منحة المراقبة والإصلاح في الامتحان البكالوريا، ترفيع في منحة العمل الدوري، ترفيع في منحة بالنسبة للمدرسين اللي تم انتدابهم بعد 2015، وبالنسبة للمنحة الوظيفية الخطة الوظيفية للمديرين المؤسسات، وهناك طلب آخر في علاقة ب سن من قانون للمدرسين أنهم اللي يكون عندهم 30 سنة أقدمية و55 سنة عمل أنهم يتمتعوا بالتقاعد. خلال الجلسة هذه تم معناها النقاش حول النقاط هذه كل، ووزارة التربية معناها تعرف كل ما نقطة عندها معناها مردود مالي يلزم ترجع للرئاسة الحكومة ووزارة المالية بشوف إلى أي حد معناها نجموا نمشيو في الطلبات هذه. وأخذينا معناها المقترحات نتاع من الجامعة العامة، وصارت جلسة ثانية في 13 فيفري، وقدمنا بعض المقترحات اللي معناها الجامعة العامة ما قبلتهاش في ترفيع في منحة المراقبة لامتحان البكالوريا ومنحة الإصلاح، قلنا ربما نزيدوا 50% من المقدار الموجود حاليا. بالنسبه للخطط الوظيفيه لمديري المؤسسات انهم يتحصلوا على منحه اقل من المنحه الوظيفيه اللي ياخذوها نظراهم في الوظيفه العموميه كرؤساء مصالح او كواهي مديرين او مديرين، وهذا اللي صار معنا في الجلسه هذه. يعني في تقييمكم سي المنذر انه المطالب نتاع الجامعه العامه للتعليم الثانوي بالاساس مربوطه بالمطالب الماديه، مع انه فما بعض النقاط نحن نعرفوا خصوصيه وظيفه الاستاذ اللي هو مش كبقيه الوظائف، يتعامل مع عدد كبير من التلامذه، نحكيوا على تركيز كبير برشا، على مجهود بدني وذهني، بالتالي هل ما كانش من المفروض التعامل مع نقطه مراجعه سن التقاعد من الاولويات اللي كانت ربما الحكومه تنجم تنظر فيها من تاريخ 31 جانفي الى تاريخ اليوم؟ احنا اليوم في 21 مارس، وغدوه مقرر باش يكون فما تجمع مركزي امام وزاره التربيه، دليل انه ما فماش حلول وما وقعش حل حتى مشكل. النقطه هذه هي نقطه اولا في علاقه بالنص القانوني للتقاعد، والنص هذايا اولا ماهيش وزاره التربيه هي اللي تنجم تغير النص هذايا، هي وزارة الشؤون الاجتماعية من يرجع لها. لكن تنجم ترجع لها الوزارة بالنظر. احنا وزارة التربية اللي تنجم تقوم به هو انه تنجم ترفع طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم الطلب هذا وتساند الطلب هذا. قدمت الطلب، لكن يبقى الوزارة يبقى قدمت الطلب. يبقى هذا سامحني، يبقى هذا دائما معناها في حدود مشمولات وزارة التربية، ويبقى النظر في المسائل هذه على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة. هذا بالنسبة للنقطة معناها للتقاعد. كي زدنا قدمنا شوية في الأيامات نتاع في انتظار أنه هناك تجاوب من الجامعة العامة، لاحظنا أنه إلى حد تاريخ 17 فيفري أنه ما صار حد شيء، معناها الأعداد ما تسلمتش للإدارة، وتعرفوا معناها حجب الأعداد ما شنو هو التأثير السلبي، ولو أنه المدرسين معناها سلموا الأعداد للتلامذة وربما قالوا لهم كيفاش ينجموا يحتسبوا المعدل، لكن عملية التقييم
وتسليم الأعداد تبقى منقوصة، خاطر يلزم فما عمل إداري هو تسليم الأعداد للإدارة، والإدارة تقوم بتنزيل الأعداد هذه في منظومة إيدي سيرف وتحتسب المعادلات وتصير مجال. نقفوا عند التاريخ هذا ومن بعد نرجعوا باش نحكيوا على جلسة 12 مارس اللي كانت مقررة باش تكون بين الوزارة والجامعة العامة. سي نبيل، باعتبارك ممثل للجامعة العامة للتعليم الثانوي، يبدو أنه الوزارة تقول لك أنا فاتحة الأذرع نتاعي ولا بيبان أمام الجامعة باش أنه نتحاوروا، لأنه اليوم فضل الإشكال هذا يعتبر واجب وأولوية قصوى للدولة التونسية ولسياسة الدولة ككل. نحكيوا على قطاع مهم جدا، نحكيوا على التعليم. الوزارة تقول لك زاد النقابة ماهيش متسهلة معنا وتعطينا في مطالب مادية اللي ما نجموش ننفذوها احنا توا مع الوضع المادي الصعيب اللي تمر به البلاد. أولا شكرا على الاستضافة، شكرا لجمهورك الكريم. أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بتعزية الحارة للزملاء والزميلات اللي فقدناهم في هذه الفترة الأخيرة، والذي يناهز عددهم قرابة 121 زميل وزميلة منذ أكتوبر من 2017. ربي يرحمهم. وهذا في تقديري عدد مرتفع وعدد مهول جدا، ومن المنطلق هذاك يؤكد على مشروعية طلب تخفيض سنة التقاعد ل 55 سنة، على اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، مهنة مضنية، منها مهنة متعبة وأصبحت مهنة قاتلة بأتم معنى الكلمة. إذن مطلبنا الرئيسي والأساسي هو تخفيض سنة التقاعد نظرا لمن طبيعة المهنة الشاقة والمضنية اللي يقوم بها الأستاذ، وإضافة ما قلت تفضلت في البداية معناها ما يستوجب من تعب ومن تركيز ومن معاناة ومن صبر وجهد من طرف الأساتذة. ناهيك الأساتذة اللي تشيطنوا اليوم والأساتذة اللي يقع من التحريض ضدهم، الأساتذة اليوم قاعدين يقوموا بدروس تدارك في العطلة، هذا إيمانا منهم بدورهم التربوي وحرصهم على معنى تحصيل المعرفة لأبنائنا وفذات أكبادنا التلاميذ. النقطة الثانية اللي احنا ناضلوا من أجلها هي الوضع التربوي أصبح مزري داخل المؤسسات التربوية. ناهيك أن وزارة التربية خفضت من الميزانية المرصودة للإعداديات والثانويات، وزارة التربية مع أصبحت لا تحرك ساكنا أمام الوضع الكارثي اللي أصبحت عليه لبنية تحتية لتجهيزات. اليوم معنا سقوفات تقطر معنا على التلامذة، بيبان ما تسكرش على التلامذة، معنا شبابك معنا مكسرة، معناها ديوان الخدمات المدرسية يقدم في أكلات معناها أكل اللحم فاسد ومعناها مواد منتهية الصلاحية. فهمت؟ نفس الشيء الوضع المادي للمدرس أصبح وضع مزري بيتم على الكلمة، خاصة في ظل التدهور الرهيب في المقدرة الشرائية وفي ظل انخفاض معناها العملة وفي ظل معناها الواقع المعيشي الصعب. سي نبيل، الوزارة هي مرجع النظر نتاعكم، يعني ما كومش في عداء الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي، ماناش نحكيو اليوم على عداء. علاش باش نتجاوزوا هالإشكال هذا ما نقعدوش على طاولة الحوار؟ لأنه المسائل تتحل كان بالحوار. علاش هالشد والجذب من طرف هذا والطرف الآخر؟ الطرف اللي يقول أنا تمسك بتلبية النقاط الكل، وزارة تقول أنا توا ما نجمش نلبي النقاط الكل، مسألة لازم نرجع بالنظر للوزارات المعنية كما وزارة الشؤون الاجتماعية، نرجع رئاسة الحكومة، هذه قوانين تحطت أنا مش مسؤولة عليها فيما يتعلق بسنة التقاعد. دونك علاش فما قطيعة وعدم تواصل بين النقابة والوزارة اللي ما تعودناهش في السنين الفارطة عليه؟ هي ليست قطيعة، بل بالعكس نحن أكثر حرص أكثر من أي وقت مضى للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن يكون التفاوض مسؤول وجدي ويحاول باش يلبي المطالب اللي نعتبروها ملحة وضرورية معناها للقطاع بالنسبة لنا. أين يكون الجدية في تعامل الوزارة مع المطالب نتاعكم؟ نحكيو ما يتخبى شيء بكل صراحة، فين ما تعاملتش معكم جدية في أنا نقطة؟ يكفي جلسة 13 فيفري اللي يفترض أنا جينا يحدون الأمل على أنه نجلسوا بشكل جدي ونحاولوا نوجدوا حلول للإشكالات والمطالب المطروحة. أولا في علاقة بلاغات اللي وقع إصدارها من طرف وزارة التربية واللي فيها تهديد معناها اتخاذ إجراءات ردعية وجذرية ضد المدرسين، وآخرها تصريح السيد وزير التربية الذي يهدد باقتطاع من أجور من المدرسين في حالة أن واصلوا في عملية حجب الأعداد. يفترض أن هذا مش أسلوب يقع اعتماده مع الجامعة العامة التعليم الثانوي والجلوس بشكل جدي من أجل إيجاد حلول. نعطيك أكثر من ذلك، يوم 13
قلت احنا توجهنا لمقر وزاره التربيه، اعضاء الجامعه عامه الثانوي يحدون الامل من اجل ان نوجدوا حلول. معناها تصوري شنو يتقال لنا بالوضوح، يقول لنا قبل ما نجلسوا يجب ان يقع اصدار بلاغ. باش نرجعوا للنقطه هذيك سي نبيل، لانه نحكيوا على اخر تاريخ كان من المفروض انه باش يكون فما مفاوضات بينكم بين الوزاره، ووقع يعني انسحابكم لانه كان فما طلب حسيته شويه لا معقول من قبل الوزاره. سي جوهر، نحكيوا اليوم على نسميوها قطيعه، نسميوها صراع، نسميوها ازمه، كيفاش نوصفوا الوضع الان؟ نحكيوا على التعليم، يعني من المفروض خساره نهار أو إضراب في قطاع التعليم وهو مهم جدا ما يقلش على إضراب في قطاع الفوسفات ولا في مصنع من المصانع. احنا نستثمروا في الأدمغة، في أبنائنا، نحكيوا على تكوين مستمر، نحكيوا على بداية السنة على برامج تكوينية. بالتالي إذا كنا نلقاو روحنا اليوم المسألة ماهيش ماشية، الأكيد أنه فما تبعات غدوة لتلامذتنا اللي هما الجامعيين من بعد اللي هما باش يخرجوا لسوق الشغل، باش تحس أنه باش يولي فما ارتباك على مستوى التكوين. كيفاش نوصفوا الصراع؟ الدولة اليوم عاجزة أم النقابات نجمة تفرض وجودها اكثر من لازم، فحطت الوزاره والدوله تحت التهديد. معناها رانا احنا اليوم قاعدين نحكموا، ماناش نتحاملوا لا على طرف وزاري ولا على نقابي، احنا نحكيوا بكل موضوعيه. شكرا. ساعة قبل ما نحب نتحدث على طبيعه العلاقات الموجوده الان والمتدهوره اجمالا بين كل المتدخلين في العمليه التربويه من بداياتها، يعني من التعليم الابتدائي حتى التعليم العالي، هناك تدهور كبير في العلاقات بين مختلف الاطراف المتداخله. نحب نركز على مساله ولا اشير الى مساله مبدئيه. رانا نتحدثوا على المدرسة التونسية، والمدرسة التونسية راهي ليست ككل المدارس، ليست ككل المدارس في العالم أو حتى في الدول المشابهة لنا. احنا ننتميو إلى صنف من الدول اللي تشكلت فيها فكرة الجمهورية وفكرة الدولة داخل المدرسة. الدولة الحديثة التونسية تأسست داخل المدرسة التونسية. المدرسة التونسية هي العمود الفقري الأساسي للفضاء اللي نسميه احنا فضاء الجمهورية. نتذكروا كنا أجيال وراء أجيال، ملحنا صغار وصغارنا وصغار صغارنا مش يتذكروا هذايا، كنا عشنا في فضاء المدرسة العمومية، تلقينا نفس البرنامج، قرينا من الشمال للجنوب نفس البرامج، لبسنا نفس الملابس، كان عند خيرة الكفاءات التونسية أكثر من هكا. الشخصية التونسية، الهوية التونسية تأسست داخل المدرسة. بالتالي المدرسة التونسية هي أحد أعمدة أعمدة الجمهورية التونسية وأعمدة الأعمدة التي تشكلت فيها الشخصية التونسية. علاش فما شروخ في الأعمدة؟ علاش ولا فما شروخ في الأعمدة هذه؟ المسألة الثانية هو أنه المدرسة، نجيك هذا هو الموضوع. المسألة الثانية هو أنه المدرسة هي كانت الفضاء اللي كان تتوفر فيه، الفضاء الوحيد تقريبا اللي تتوفر فيه ما نسميه بتساوي الحظوظ، ليغاليتي دي شانس، بين جميع التوانسه من جميع الفئات ومن جميع مختلف فروقاتهم الاجتماعيه. ولعبت المدرسه التونسيه دور اساسي كمصعد اجتماعي ادى الى اندماج وانصهار الشعب التونسي بكل مكوناته لتتشكل بذلك الهويه التونسيه، ونبتعد على منطق الاقصاء ومنطق الفئويه. ساهمت المدرسه التونسيه في ضرب العروشيه، في التصدي للجهويات، في التصدي للفكر الضيق، في بناء فكر مستنير. بالتالي نحن ماناش نتحدثوا على قطاع، نتحدثوا على عمود فقري للجمهوريه التونسيه اللي هو المدرسه العموميه، ونتحدث على المدرسه والجامعه العموميه، يعني نتحدث على التعليم العمومي صفعة. بشكل خاص. وبالتالي ما لازمناش نتعاطاو سواء كنا يعني مربين، اساتذه، اداره، وزاره، شعب، اولياء، طلبه وتلاميذ صنتوا فينا، ما لازمناش نتعاطاو مع الموضوع هذايا كأي من المواضيع، ومع هذه الازمه كأي من الازمات. واضح. ملاحظه ثانيه، عندي ملاحظه ثانيه هي جوهر. في علاقه بفعلا بالمتدخلين الان. انا لما اسمع هذا الحديث، كل الحديث اللي يدور حول ازمه التعليم، ماذا اقول؟ اقول انه نحن في قلب مفارقه وفي قلب التناقض. كل الاطراف الان يعني في حاله صدام متواصل. علاش؟ لما نشوف انه المربين والاساتذه
والمعلمين والأساتذة الجامعيين يطالبون بإنقاذ المدرسة العمومية، سواء عن طريق إنقاذها، إنقاذ الإمكانيات المادية لإدارة المدرسة العمومية والتعليم العمومي، أو من خلال المطالبة أيضا بتحسين الوضعية الاجتماعية للمتدخلين في العملية التربوية، لأن هذا لك جزء من إصلاح العملية التربوية. يطالبوا مطالبهم مشروعة، لكن الإصلاح، إصلاح المنظومة التربوية وإنقاذها يتطلب إمكانيات، إمكانيات مادية، والإمكانيات المادية الآن غير متوفرة، وهذا ما تقوله الدولة. كيف تجيب الدولة؟ تقول أنه ما عنديش إمكانيات لإنجاز عملية الإصلاح. أولا تشير إلى مسألة الأزمة المالية التي تعيش بها تونس من كتلة الأجور المتضخمة والضغوطات المالية الداخلية والضغوطات الخارجية على أساس التخفيض في كتلة الأجور، وبالتالي ما نجموش نمشيوا أكثر في هذه المسألة. أنا أعتقد أنه وصلنا، كل الأطراف الآن تتحدث في طريق مسدود، كل الطرق الآن سواء أولياء لما نسمعهم بكري نسمع في الفيتير لأولياء يتحدثون حديثهم الكل في طريق مسدود، الأساتذة أيضا في طريق مسدود، الإدارة في طريق مسدود، الوزارة في طريق مسدود، الدولة في طريق مسدود. لا أحد قادر الآن أمام هذه المفارقة أن يقدم حلول ويرتقي بالمشكلة إلى مستوى اقتراح حلول. أعتقد أنه يجب أن نذهب تدريجيا في البحث على هذه الحلول أكثر من إضاعة الوقت في تشخيص المشاكل. واضح. دكتور بالعيد، فقط بعجلة، لو كنا نجم من خلال الفيتير اللي كنا نشاهدوا فيه نجم نقولوا أنه كل الأطراف أجمعت أنه المسألة متعلقة بالمطالب المادية، وكأنه بينا اليوم نحكيه على احتجاج أساتذة اختصرناه واختزلناه في المطالب المادية، وبينصور الأولياء وغيرهم من المداخلين يقول لك الإجابة واضحة، الدولة اليوم ما عندهاش موارد مالية، دونك سي مستحيل باش انه تنجم تستجيب للمطالب المادية. في نفس الوقت انا كأستاذ او كموظف نقدم في خدمة للدولة، ونحكي على الأستاذ اللي قدم في خدمة نبيلة، يقول لك انا بيدي معناها الراحة مش متوفرت لي، وانا نعيش في معاناة كبيرة برشا، وظروف الاجتماعية متاعي صعيبة، فمن حقي باش اني نطالب. اليوم نجمو نحكيو على مطالب مادية فقط؟ من حقنا باش نختصروا هالمطالب هذه في الجانب المادي وننساو المطالب الأخرى؟ شكرا على الاستضافة. موضوعيا وعلميا وبحياد علمي سوسيولوجي، ثم مشكل كبير. المشكل الكبير هذا هو ثم أزمة ثقة بين جميع الأطراف كما حكى لي سي جوهر، وثم إشكالية أخرى أكبر في عند الطرفين، وخاصة نحكي على النقابة ونحكي على الوزارة. موضوع مباشر هو غياب خطة تواصلية باش توضح للرأي العام بأن المطالب بالنسبة للنقابات ماهوش فهر، اللي فقط خاطر السيد الممثل الجامعة حكى على البنية التحتية وحكى على المطاعم المدرسية، ولكن في الرأي العام عندما انصتنا للفيتيار يحكوا على أتروشوز، يحكوا على ثم أزمة، وأنا متأكد اللي ماشي الأزمة مرتبطة بحجب الأعداد، لأن حجب الأعداد ماخذينهم توا ولا بعد، وتوا نجمو نقولها حل. ثم أخطاء على مستوى المفاوضات، شنية مضمون إصلاح التربوي عشان تحدثوا بالتحديد؟ ثم مشكل غايب على مستوى وضوح الرؤية بالنسبة لأي إنسان متقبل لهذه العملية. على شنو تتفاوضوا؟ خلنا نتفقوا صح على إصلاح المؤسسة التربوية، إنخرها المخدرات والفساد، وكنا تحدثنا عليها قبل، وتحدثنا بأن في العديد من البرامج السابقة في لامتينيزيا، وتحدثنا وقلنا رأي المؤسسة التربوية، قلنا أن المؤسسة مهددة، مؤسسة مهددة. هل أصبحت المؤسسة التربوية جاذبة بالنسبة للأطفال والتلاميذ والشبان وحتى الجامعة؟ أنا ندرس والطالبة ما زالوا إلى حد الآن في الجامعة يفرحوا لما الأستاذ ما يجيش ويغيبوا أكثر من شهر وشهرين. علاش؟ هنا إشكالية. هل هي مؤسسة جاذبة للأطفال؟ هل هي مؤسسة ترغب باش نجموا بعد كده نكونوا دكاترة وغيره؟ ثم مش التوقيت في المفاوضات منطقيا هذه المسألة تطرح، وقتاش تطرح؟ لما في فترة بقينا فيها غير وزير التربية، لما في فترة زمنية معينة منطقيا مثل هذه الملفات تطرح بجدية وبموضوعية وبحياد في وقت يكون فيه للإعداد للسنة الدراسية. منطقيا ما يصيرش تحديث تو، ما نجموش نصلحوا ترى هو يمشي. الإشكالية الكبيرة بالنسبة للقطاع التربوي ثم غياب الرؤية التواصلية عند الطرفين، شنية نقاط الاختلاف. بالنسبة للوزارة، سيد الممثل الوزارة تحدث عن مطالب مالية ومن حقه كخطة تواصلية باش يقول رانا عندنا إشكاليات مالية مرتبطة، وقالها السيد الممثل الوزارة، أنا نسجل في الكلمات لهنا، قال أن ثم مسائل ما تتجاوزنا نحن عند المالية، ثم مسائل عند وزارة الشؤون الاجتماعية. إذا بروا لوجوا النقابة مطالبكم عند ناس أخرين. النقابة أيضا قالت بأن تجاوزت مسألة المنح
وقالت لي عندي مشكلات أخرى. أظن أن المسألة هي مسألة تواصل بين الطرفين. واضح المسألة مش مسألة فقط احتجاج وحجب أعداد، المسألة نحكي على أزمة في المؤسسات التربوية، لما نحكي على انهيار البنية التحتية، نحكي على غياب الصيانة في بعض المؤسسات، نحكي على انخفاض في الميزانية المخصصة، نحكي على المواد والأساتذة تلقى مادة موجودة يقراها التلميذ وضرب متاحة ضرب 4 لكن ما فماش أستاذ يكتب له معفى، وهذا من شأنه بينصير باش يضر في التكوين. باش نحكي على تهميش المؤسسات التعليمية الثانوية، وعنا مثال اليوم باش نقدمه لكم، مثال مدرسة تونس الدولية، المدرسة هذه اللي تعيش في معاناة كبيرة وكبيرة جدا، واللي حقيقة باش تخلينا نحكيه على هل أنه فعلا اليوم المدرسة التونسية في خطر، هل أنه فما بعض القرارات الاعتباطية، هل أنه كل واحد يحكم على زي راسه، ولا أنه فما ضوابط تجمع الناس الكل وتخلينا نمشي دون لينور. نحكيه على مدرسة مثالية في تونس، نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمواصلة الحديث. تفضلوا. بعثت المدرسة الدولية لاحتضان أبناء البعثات الدبلوماسية والمواطنين التونسيين العائدين من الخارج، لكنها شهدت منعطفاً خطيراً بالسماح لغير من بعثت من أجلهم المدرسة ليصبح الاستثناء أصلاً. تضاعف عدد التلاميذ بعد إلحاق أبناء المدارس التونسية بالمدرسة الدولية عبر علاقات شخصية ووساطات ومحسوبيات. في ظل الكثافة العددية يشكو فريق المدرسين من غياب عديد الأساتذة في اختصاصات مختلفة مع الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام وعدم مراعاة خصوصية مدرسة تضم جنسيات مختلفة من القارات الخمس. والله المشاكل هي بدأت من وقت اللي دخل بداية العام الدراسي من نهار 4 سبتمبر، وقت اللي دخلنا تفاجأنا بالعدد المهول تاع التلاميذ اللي تزادوا، كنا 700 تلميذ ولينا 1533 تلميذ، ما غير ما حضروا لهم القاعات باش يقراوا فيهم، ما غير ما جابوا لهم عدد نتاع الاساتذه الكافي اللي باش يقريوا به، ما حضروش لي زومبلوا دو طون. قعدنا شهر ونص معناتها ولادنا يجيو وما يعرفوش رواحهم يقراوا ما يقراوش، يقعدوا نهار كامل لهنا وما يقراوش. فان كونت المشكله بديت كي نقلنا معناها لنا، وكل شيء كل شيء بدا ينقص، معناها البروفيت بداوا يمشيو، عندك مثلا مشاكل في وسط الكور، مثلا كي تقرا ما تنجمش تركز معناها كيما في ليسيات الاخرين، واللي يخليك معناها مش نفس النيفو كيما في ليسي ولا بي ام اف. قاعدين يدخلوا في التلامذة ما عندهمش حق باش يدخلوا للليكول انترناسيونال، وهذه غلطة كبيرة. وتعاملوا بار كلاس نلقاو 16-17 إليف ماكسيموم، اسني افيك 32 إليف. Vraiment, c'est une année catastrophique. Le niveau est des profs jdod, jayin, ma ndomch hatta fikra al système français. Ils ne sont pas encadrés. Ma famesh formation. Dawa, من أول العام يعني ما تحسن حتى شيء. دايوغ جيونا عبيد من الوزارة حكينا معاهم. On a mis carte sur table, mais encore rien du tout. نبداو بالساعة بالسالات اللي معناتها حالة حليلة فيهم، دي سال كاتاستروفيك. الوغ لا وقت اللي في أول العام صاروا لنا مشاكل نقص نتاع دي سال، بيسكو ليفيكتيف نتاع لي زيليف كبير برشا، دونك ولينا حتى سالة نتاع تياتر نقراو فيها، سالات لانفيرمري زادا ولينا نقراو فيها، يعني قولش علينا مش في ايكول. يعني وقت اللي نجيو نحكي ونعملوا دي غريف وقربنا من اول العام وحكينا ومع المديره ومع السي بي ومع الناس الكل، اي رانا معاكم اي راه باش يتحسن الليسي بان توا هنا في اخر العام. يعني انا شنو ذنبي وقت اللي بون الاف في 5 6 نقولوا احنا مازال قدام الوقت معناتها، اما الاف في سيكل تيرمينال سامحني عدي في الباك نتاعو سنه وعام الجاي، وقت اللي هو انت تحطه في صاله نتاع تياتر ما تسمع حتى شيء بين سال دو ميوزيك وبين كونتين وبين ما نعرف شنو، تجي تعدي دوفوار ما تنجمش حتى تعدي دوفوار نتاعك مرتاح، يعني فاش تستناو انتوما؟ كله كلام معناها، وهذيك المشكله نتاع مدرسه تونس الدوليه معناها اللي هي وجهه البلاد، معناها قديش كان عندنا اجانب يقراوا ما عادش تشوف اجانب، علاش؟ على خاطر لي كونديسيون اللي موجودين ما عندهم حتى علاقه باللي كان قبل للاسف الشديد، معناها ما عادش فما هاك الخصوصيات نتاع القاعات كيما المسرح كيما الموسيقى، وكلها ولت قاعات فهمتني ولا للتدريس. تلامذتنا يعانوا، ما فماش انكادرمون للتلامذه نتاعنا،
عندنا تيرمينال مساكن مش عارف ربي يعينهم مش يخلط ولا ما يخلطوش. عندنا جماعه لونتيسيبي زاد وضعهم بالحق مجري. معناها ديرنييرمون عدوا نورال نتاع تي بي او يسخفوا وخرجوا يبكيوا بالحق. معناها لي كونديسيون كانوا خايبين على الاخر. شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ شكون السبب نتاع زياده هالعدد المهول من التلامذه؟ وقت اللي هو هالليسي هذا عنده خصوصيه معينه، ما يمكنش التلميذ يدخل يقرا فيه اذا كان هو ما هو جاش من بلاد اجنبيه ولا كان يقاري لهنا في نويكول فرونسيز عنده خصوصيات فرنسيه. كيفاش جاوا لهنا؟ الله اعلم. برشا تلامذه تبدا قدام لي سال وحسوا كل شيء، يولي لي بروف اوبليجي باش يخرج من باش يقري، امبوسيبل يقري دون دي كونديسيون هكا، اي ديما هكا معناها عباد تسب، عباد تبدا انت تقرا في صاله، عدينا باك بلون في دي كونديسيون فريمون انسيبورتابل على الاخر. ثم لي براكاج تسو، ثم بلوز او موا دي براكاج، ثم معناها من الاول عام زوز من كلاسي براكو. زوز سي دو بخي دو ليسي هزولهم تليفون وهزولهم. معناتها والنقص الفادح معناتها في التسيير الاداري ظاهر وباين معناتها. وصل حتى معناتها الاساتذه والاوليات قلقت والتلامذه بينهم متقلقين، صحيح ما عندهمش كومش يوصل لهم صوتهم التلامذه، لكن احنا كاولياء مهمتنا ان نوصلوا صوت اولادنا. باش نقوموا بتحركات بطبيعه من خاطر ماناش باش نسكتوا على الوضع لان اولادنا مضرورين. قلت لك انا ولدي اذا كان ما يقراش التاريخ والجغرافيا والعام الجاي شنو باش يقرا؟ شنو باش يقرا؟ اذا كان ما يقراش مثلا ما نعرفش انا الفرنسي في مدرسه فرنسيه في معناتها في الميسيون تقرا راك. وفي ظل عدم جديه الموقف الرسمي ووضوحه تبقى اسئله عديد الاولياء مطروحه حول شبهات سوء التسيير والاداره واحيانا اللامبالاه. رجعنا لكم من جديد وما زلنا مواصلين حديثنا معاكم في حلقة الليلة من برنامج شيء ما يتخبس المنظر. هذه عينة من مؤسسة تونسية تربوية، نحكيو على مؤسسة مدرسة تونس الدولية اللي تعيش في معاناة كبيرة برشا. يمكن شفت الصور، نحكيو على مدرسة كانت طاقة الاستيعاب نتاعها 800 ولات 1500 تلميذ، نحكيو على مدرسة دولية من المفروض فما شروط الالتحاق بها، فجأة نلقاو المدرسة هذه فيها 1500 تلميذ وكنت نشاهد في صور التلامذة قاعدين يكتبوا على طاولة والتلامذة قاعدين على القاعة. يعني في الحالة هذه نحب نحيي الأساتذة والمعلمين اللي كملوا يخدموا في الظروف هذه، لانه كان الاجدر الاستاذ يقول لك انا ما نخدمش في وضعيه ومانيش انا باش نلقى حلول للوزاره، الوزاره عطت لي 1500 تلميذ، انا من المفروض نقري في 800 تلميذ في الليسي هذا. دونك عندك فكره على موضوع مدرسه تونس الدوليه؟ لان وصلت الوزاره تشكيات من قبل المديره، فما وقفات احتجاجيه صارت بتواريخ مختلفه في جانفي وفي فيفري، عندكم فكره على الموضوع؟ أنا كيفاش من وزارة التربية في بلاش الحلول يعني أكيد مادام عندكم فكرة عندكم حلول. أولا هي ذاك فضاء جديد كانت معناها تحدث منذ 4 سنوات، المدرسة هذه كانت موجودة في أريانا، والفضاء الجديد هو فضاء شاسع ومريح وجاذب. ثانيا الفضاء هذا يحتوي على زوج مؤسسات، مؤسسة مرحلة ابتدائية ومؤسسة إعدادي وثانوي. دونك عدد التلامذة الجملي هذاك فيه المراحل الكل، ابتدائي واعدادي وثانوي. الحاجة الثانية الخصوصية للمؤسسة هذه هو أنه يدرس فيها البرامج الفرنسية، والمدرسين المباشرين غادي هما توانسة، ولهذا هما من خيرة المدرسين. المدرسين هذوما يتم اختيارهم، أنا هناك لجنة على مستوى المندوبية يشرف عليها السيد المندوب ويشاركوا فيها أنا متفقدين المواد في كل اختصاص، والأساتذة يقدموا طلبات انهم يترشحوا للتدريس في هذه المؤسسه هذه. لكن للاسف هو هنا فما تناقض، انه المدرسين هذوما يعملوا في مجهود ويقريوا في برامج معناها مخالفه للبرامج التونسيه، وهناك تكوين يصير مع متفقدين يجيو تصير لهم ديسيسيون دو فورماسيون في فرنسا في بعض الاحيان، لكن ما فماش حاجه اضافيه للمدرسين هذه. انا ما فماش الشهريه اللي يتقاضاها المدرس كما المدرس اللي قري في المؤسسة التونسية. دونك هذايا نقطة من بين النقاط اللي احنا في الوزارة قاعدين معناها نبحثوا فيها ونخموا كيفاش نحفزوا المدرسين هذيا لتشتغل في مدرسة تونس الدولية. من بين الإشكاليات كذلك هو أنه تغير معناها المسير المشرف على المؤسسة هذيا، غادر في بداية السنة الدراسية مديرة غادرت المؤسسة، وتم تعيين مديرة جديدة.
التعيين هذاك والتغيير ربما أربك منها السير العادي للمؤسسة. بلبز مش أربك. نعم بلبز هالدين. نحكي على اكتظاظ للناس. أربك أربك. الاكتظاظ هذا هو السبب نتاعو شنو؟ هو الاكتظاظ ما هذه طاقة الاستيعاب دائما في يد المسير المدير المؤسسة، حتى حد ما يتدخل معناها في طاقة يعني الاستيعاب. يعني نقولوا انه التلامذة الكل المتواجدين واللي قاعدين يقراوا توا في المدرسة الدولية، المدرسة مدرسة تونس الدولية، هم الكلهم تتوفر فيهم شروط الالتحاق، يعني هم تلامذة يا اما عائلتهم يسكنوا لبرا رجعوا لتونس، يا اما بعثات دبلوماسية، دونك ما فماش تلميذ عادي التحق بالمدرسة هذه. شنو معنى تلميذ عادي؟ هو فما شروط الالتحاق. فما شروط إيه؟ بيان سور. دونك ما نحكيوش على يا اما كما قلنا يكون الولي نتاعو كان يعيش برا في الخارج، دونك الابناء الجاليه نتاعنا بيان سور، دونك برنامج يعني اجنبي واللي يتقرى في المدرسه هذه والبرامج الفرنسيه، واما يكون ولد بعثه ابن بعثه دبلوماسيه. لا دونك مش نحكيو على الولي العادي. نقطه ثالثه، فما مدخل اخر، فما نقطه ثالثه فرع اسماء المعطيات. فما نقطة ثالثة هو أنه يمكن معناها هذا النص اللي يمكن معناها بصفة استثنائية أنه وزير التربية يرخص معناها لولي تلميذ. هذه النقطة الموجودة في النص الاستثناء. نحكيو على الاستثناء هذا بالتراخيص الاستثنائية، هو تحول إلى قاعدة عن طريق مخالفة القانون والتدخلات والأفكار وفلان والفلان ولد عدنان. هذا عزنا الوضعية هذه نعرفها رغم أن نعرف الوضعية هذه من أول العام. سي منظور سي جور نستدعكم فقط حاضر معنا ولي ماذا بيا إذا كان زملاء تعطيوا الميكرو خلينا نفهموا. ولي عنده زوز أبناء يقراوا في مدرسة تونس الدولية واللي كان من ضمن الأولياء اللي عملوا وقفات احتجاجية من أجل إنقاذ المدرسة هذه. نحيل الكلمة للولي، توضيح صغير هو أنه من بين الاستثناء انه الابناء المدرسين والمدرسات اللي يخدموا في يشتغلوا في المؤسسه ذيك تمكنوا منها من الاستثناء هذا. ما يوصلش عددهم 800 اتوقع. وابنائهم يقراوا منها في المؤسسه هذيك. وبحيث خلينا نشوفوا الولي، مرحبا بك. اكبر بكثير. 700 استثناء. محمد خلينا نعطيو الكلمه للولي اللي حاضر معنا، مرحبا بك. تعرف لنا بروحك بعد اذنك. الله فيك معز عايدي، ولي تلامذه في مدرسه تونس الدوليه. المشكل نتاعنا هو كنا 746 تلميذ ولينا 1533، 800 اللي تزادوا بصفه 83% زياده نتاع تلامذه، الاغلبيه نتاعهم من النظام التونسي. ما عندهمش الحق يكونوا موجودين في مدرسه تونس الدوليه. جايين من مدارس خاصه تونسيه، يتعلموا معناتها نظام تونسي، مش حتى نظام فرنسي. هذه واحده. ما حضروا لهمش القاعات وعدد الاساتذه الكافي باش يقراوا. معناتها اول عام وقفنا شهر ونص، بدينا نقراو بعد شهر ونص واحنا نحضروا كل يوم في جدول الاوقات. ماذا دخل ارتباك كبير حتى على التلامذه نتاعنا اللي داخلين. نحكيو على جدول الاوقات مازال ما ثبتش ولا اساتذه مش متوفرين؟ ما تنجمش تعمل جدول اوقات وانت عندك 17 قاعه وعندك عدد معين تاع اساتذه بعدد نتاع التلامذه. احكي لي على الظروف فيما يتعلق بحسب ما عرفت انه التلامذه يتواجدوا من الصباح حتى للعشيه، دونك ياخذوا الوجبات نتاعهم في المدرسه. هل انه العدد هذا اثر حتى على سير فيما يتعلق بتقديم الوجبات وفيما يتعلق بتواجدهم في الساعه ما يقراوش في المكتبه او انهم يكونوا متواجدين في القاعات المخصصه للمراجعه؟ هل انه اثر هذا؟ باش يصلحوا الغلط هذا نتاع انه زاد العدد المهول تاع التلامذه، التجؤوا انه نحاو سال دو بيرمانونس قسموها ردوها زوز اقسام. السي دي اي اللي هي البيبليوتيك في المدرسه اللي هي من خصوصيات النظام الفرنسي في التعليم، معناتها ما عادش عندنا. معناتها يحصر لك التلميذ في الساحه وحتى لين يحضروا له سال دو بيرمانونس. الشيء هذا تخلي ارتباك كبير، التلامذه يمشيوا من الصباح. برشا اساتذه ناقصين يقعدوا في الساحه. الاساتذه اللي قاعده تقري ما عادش عندهم ظروف طيبه باش يوصلوا المعلومه للتلامذه اللي يقرا. ونبهوا على الاداره معناتها انه ما عادش ينجموا يخدموا الاساتذه بيدهم لقاو رواحهم معناتها مضطرين انهم باش يوقفوا الحاجتين، يا تسكر القسم الكل حتى كي تسكر ديما فما الحس. واضح. وصلوا الاساتذه باش عملوا وقفه احتجاجيه بساعتين للتنبيه على الشيء هذا. واضح. ما لقيناش حتى حد باش يتصنتنا، ولا وقفوا عملوا جريف نهار. واضح. وصلت الفكره. يعطيك الصحة. وحاولنا الخصوصيات نتاع مدرسة تونس الدولية كاملة. هو احنا على ذيك صدعينا سي المنظر باش يكون حاضر معنا ممثل الوزارة باش يجاوبنا على التساؤلات هذه. ولي يحكي يقول لك فما ظروف صعيبة، المسألة ماهيش متعلقة بأنه يتزاد العدد، ماناش ضد أنه يتزاد العدد، لكن شكون هم اللي تزادوا وفين باش نقريوهم؟ وهل أنه حضرنا لهم إطارات نحكيو على أساتذة باش تنجم يعني تأمن وتضمن أنه سير نتاع الحصص باش يكون سير عادي؟ هل أنه تزادوا أساتذة وقع انتداب
عدد اساتذه جدد يعني ضعفتوا في عدد الاساتذه بما انه عدد التلامذه تضعف؟ شنو هو الاجراءات اللي حضرتوهم قبل ما تتخذوا اجراء الترفيع في عدد التلاميذ؟ الارباك هو صار على خاطر في بدايه السنه الدراسيه تم تغيير المسؤول الاول على المؤسسه، ومع الاكتظاظ اللي صار من على مستوى الفصول خلى المديره ما نجمتش منها تلقى الحلول بطريقه سهله. ثانيا ما فماش اقبال على المدرسين على المؤسسه هذه، خاطر تعرف النظام التونسي انه مدرس ما تنجمش الاداره هي تمشي تسند له مركز عمل اذا كان ما كانش من الانتداب من اول مره. إذا يكون هو مباشر في مؤسسات أخرى ما ينجم ينقل من مؤسسة لمؤسسة إلا بطلب منه، وإلا باش يكون معناه بإجراء تأديبي، ولهذا الدخول للمدرسة التونسية الدولية هو يكون معناه بطلب من المدرس، بعد زاد كيف أنه يتم عرضه على لجنة واللجنة توافق عليه، هذايا ما خلق معناه صعوبة التحاق بعض المدرسين، لكن هذايا راهو الإشكال اللي يقول فيه الولي هو هذه إشكاليات صارت معناها في أشهر أكتوبر ونوفمبر، معناها كي خلطنا حتى الجانفي تحلت الإشكاليات وحتى أعطينا معناها طرق مالية جديدة أنه حتى مديرة تنجم تتعاقد معناها مع المدرسين. خلينا نعطي الكلمة لسي جوهر فيما يتعلق بالاستثناءات، هذا استثناء كلف على المدرسة 800 تلميذ تخلف أحدث ارتباك ونلقينا أولياء متقلقين، نلقاو الأساتذة متقلقين، الإطار التربوي متقلق، يقول لك 800 هل استثناء؟ هل شوف أنا الموضوع هذا في بالي به من أول سنة، نعرف اللي فما مشكلة في الحكاية هذه، ونأكد لك أنه موضوع فيه فساد كبير، موضوع فساد، لأنه فما القانون يعطي استثناء، إمكانية ترخيص لبعض الاستثناءات موجودة، فوزيرة التربية ما نعرفش هو أخذ القرار شخصيا ولا عن طريق لكن القرارات ممضاة من وزير التربية بسايب المعبد بطيخ وفلان ولد فلان ولد علان والتدخلات اللي نحكيوا عليه خاطر تحكوا برشا وزراء على التدخلات كبيره ثمانينيات استثناء دونك فيه الموضوع هذا فيه فساد ككل المواضيع الاخرى وعدم احترام القانون ككل المواضيع الاخرى ماهيش جديده معناها المساله هذه. المساله الثانيه نحب نقول انه الموضوع معناها خطير نشوفوا مدرسه التلامذه قاعدين في القاعه ما عندهمش وين يقراوا ما عندهمش حتى تواوي. لما يقول السيد المسؤول بانه مش نحلوا نلقاو نحاولوا نلقاو نجدوا حل عبر تحفيز اضافي للاساتذه اللي درسوا في المدرسه هذه، نقول لك فقط قبل ما تبحث على تحفيز اضافي للاساتذه جيب طوال وكراسي والتلامذه تقعد، يعني البديهيات راهي الطاوله والكرسي ما تطلبش مطلب باش نعينوها نشريوها نقتنيوها باش التلامذه ينجموا يلقاو وين يقراوا. المساله الملاحظه الثالثه هو انه المشاكل اللي شفناها في المدرسه الدوليه هذه هي مشاكل حقيقيه، يعني منها برشا تلامذه اولادنا، ولكن راهي بعيده كل البعد على المشاكل الاخرى الحقيقيه اللي يعانيوا فيها بعض المدارس والمؤسسات العموميه في المناطق الداخليه. كارثيه هذه البنيه قائمه، الحيوط مدهونه، فما 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 بنايات منظر جميل ومتوفي كل شيء، نحكيو على مبيتات تحرق، نحكيو على ماكله فاسده تتعطى للتلامذه، نحكيو على شور مش موجود والحيوانات تدور في وسط الكوليج في المدارس الاخرى وفي المدارس الموجوده داخل البلاد، وبالتالي لابد من نسبه يعني ان نرجع هو حقيقه وضعيه المؤسسات التربويه يتطلب منا محمد البوزيدي باش نعملوا اكثر من حصه وباش ناخذوا بالحاله، لكن خلينا نرجع شوي فيما يتعلق بالمفاوضات لانه مهم جدا الاولياء يتبعوا فينا وزاد الاطارات التربويه. نرجع معك سي نبيل فيما يتعلق بالاجراءات والقرارات اللي باش تتخذها الجامعه العامه، بديتوا تقريبا من غدوه باش يكون فما تجمع مركزي، هل انه فما جلسه باش تقع بعد تاريخ 22 مارس مع الوزاره؟ هل انكم مستعدين تسمعوا المقترحات اللي الوزاره تستنى وقتاش تقعد معكم باش تعطيها لكم؟ خاطر قالت الوزاره انا عندي بعض الحلول ووافقنا على بعض النقاط، لكن الجامعه العامه ما عطتناش الفرصه باش نقول لهم وين وصلنا بالضبط فيما يتعلق بالموضوع. لو تسمح معنا 10 ثواني نحب نعرج على ما اكد عليه الاستاذ جوهر. اي استاذ جوهر، لان المدرسه بالفعل لم تعد مصعد اجتماعي بل اصبحت مدرسه منفره غير جاذبه، بالدليل على انه تلفظ اكثر من 100,000 تلميذ منقطع عن الدراسه كل عام. شكرا 6,000 على الرقم الصحيح، انهم باش يكونوا فريسه للارهاب والتهريب والامراض الاجتماعيه اللي قاعده تنخر في المجتمع نتاعنا مثل فيما يتعلق بالمفاوضات في موضوع الاحتجاجات وحجب الاعداد. لا مثالش نحب نعمل خاطر وفي 10 ثواني لو تسمحي علاش على خاطر هام ياسر، راهو الحديث على المدرسه الدوليه بعيد كل البعد على ما تعانيه
معناها المؤسسه التربويه من خراب ومن تدمير ممنهج، وصلت انه معناها الحد الادنى من البنيه التحتيه ما يصبحش متوفر. وصلت كما قلت انت في البدايه على انه اصبحنا قبل نحكيه على في ماده التربيه البدنيه فما ديسبونس، اليوم في العربيه يقع اعفاء منازل التلامذه معناها من ماده العربيه ومن مواد معناها في الاقسام النهائيه كما الاقتصاد نرجعوا للموضوع. نرجع انا باش تواصل الاحتجاج بعد 22 مارس هم قرارين باش تعملوا. اولا احنا غدا عندنا تجمع مركزي، ونعتقد انه التجمع باش يكون كبير ياسر، خاصة بعد التصريح نتاع السيد الوزير اللي اتخذ قرار او عنده نية بحجب معناها المرتبات نتاعنا، وكعلاش العدد باش يكون مضاعف والرد باش يكون غدوة في باب البنات. اثنين، عندنا قرار نتاع اضراب يوم 28 فيفري مارس 2018 في نفس الاتجاه في علاقة بالقرارات نتاع الهيدرية، وباش يقع دعوة الهيدرية للانعقاد في حالة أنه موقعش التوصل إلى اتفاق في علاقة بجملة المطالب. أكيد الهيدرية باش تاخذ القرار، لكن نحب نعرج على حاجة، راهو فما تشخيص وفما استهداف، وشيطنا الأخ لسعد يعقوبي، الأخ لسعد يعقوبي مش هو اللي ياخذ القرار، لسعد يعقوبي هو عضو جامعة. هو مش شيطنا وإنما باعتباره أنه الممثل اللي سمع العمل التعليم الثانوي في أي شخص لا يمشي للسيد لسعد يعقوبي كما يمشي لوزير التربية. لا سامحني، هو راهو عضو جامعة عمل التعليم الثانوي من بين 9، والقرارات يقع اتخاذها صلب الهيدري اللي هم متكونين من الكتاب عامين نتاع الفروع الجامعيه، هم 24 والجامعه العامه، بالتالي معناها فما شيطنه وفما استهداف وفما معناها محاولة. تحيه للسيد لسعد اليعقوبي اللي شاهد فينا، وتحيه لكل الاطارات التربويه اللي تبع فينا. سي منظر، تنجمش بصفه استثنائيه في المباشر باعتبار انه ما يتخبى شيء، تعطيناش نقطه من النقاط اللي كنتم من المفروض باش تقولوهم في الجلسه يوم 12 للاساتذه، وربما تخلق فارق، وربما الجامعه العامة كي تسمع انه فما نقاط مهمة باش توافقوا عليها تجلسوا مرة أخرى على طاولة الحوار ونحاولوا باش نلقوا حل للإشكال هذا. نجم تعطينا سكوب، أعطينا كنا نود انه الإعلان على النقاط هذه هو في جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة، لكن للأسف اللقاء اللي كان في 12 مارس احنا باش نعبروا على وزارة التربية تعبر على جديتها في التفاوض هذا، ان وزارة التربية مشيت تفاوضت مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية ولعبنا دور النقابة احنا وقت خاطر باش النجم ونتحصلوا على هذا متفق. سي المنظر قلت انتم حاليين يجيكم وماذا بكم تتفاوضوا فيما يتعلق بالنقاط، ولهذا احنا ما عطيناش حتى نقطتين النقاط اللي وقع الملقى عليها. احنا هذوما نحبوا نعلموا بهم النقابة ولا الجامعة العامة في جلسة تفاوض، ولكن طلبنا شو يمنع الجلوس بين النقابة؟ نعم، شو يمنع حاليا انه الجلوس بين سيب العيد فقط لانه قاعد الوقت يدهم فينا، لكن احنا ديما طلبنا وقت تقابلنا معاهم في 12 مارس طلبنا ان من نجموا نبداو في التفاوض وعرض النقاط اللي ممكن نلبيوها الا ما النقابه العامه منها، وكانه بها جلسه مشروطه حسوا تعمل كذا باش انا نعطيك كذا، بالتالي هم رفضوا. بيعوا شيء 10 ثواني سي المنظر، خلينا نتعدوا الجزء الثاني من الحصه. السلبي على التلميذ وعلى الولي على العلاقات داخل المؤسسه التربويه، التلميذ ولا ما عادش يرغب باش يمشي للمؤسسه التربويه، وتعرف احنا التلميذ نتاعنا قداش يعطي قيمه للاعداد وللامتحان. ثانيا ان هناك اجراءات اداريه ولات معطله، اجراءات اداريه معطله انه اولياء يحبوا يسجلوا ابنائهم في الخارج مثلا باش يتابعوا ياخذوا البكالوريا يقراوا في الخارج، يطلبوا عليهم انهم يتقدموا ببطاقات الاعداد، هذه غير متوفره. فما بعض المديرين اجتهدوا ومشكورين انه يعطي شهاده يذكر فيها الاعداد ويقفل الحل. الحل موجود، بما انه الحل موجود دونك نحاولوا باش نلقاو الحل الكلي للمشكله. شكرا ليك سي منظر ذويب مدير عام المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي، كما نشكرك زاده سي نبيل الحمروني عضو النقابه العامه للتعليم الثانوي. سي زياد تو باش نعطيك الكلمه باعتبار انه الجزء الثاني باش يكون على التعليم العالي، فقدت السؤال لو كنت نجم تعطيني قداش من مؤسسه تعليم عالي توا في حاله اضراب؟ ما بين 80 و100 مؤسسة بدرجات متفاوتة، وقرابة ما بين 100 و150 ألف طالب ما تحصلوش على العدد نتاعهم. بالعدد هذا نمشي ونشاهد التقرير الموالي اللي يحكي على الإضرابات اللي موجودة في التعليم العالي، ثم نعود لمواصلة الحديث. تفضلوا. أزمة
ما تعيشها الجامعة التونسية العمومية، أكثر من 80 معهداً وكلية بدون امتحانات سداسية، أزمة حقيقية بسبب إضراب إداري لأساتذة جامعيين. في تونس ثم أكثر من 80 مؤسسة تعليم عالي، ثم أكثر من 7 جامعات، جامعة قابس، قفصة، صفاقس، المنستير، القيروان، في قرطاج، وعدد المؤسسات يتجاوز 80 أو يقارب 80 مؤسسة لم يقع فيها إجراء الامتحانات بصفة عادية، ثم امتحانات جزئية، ولكن ثم تعطل وشلل تام في مستوى المؤسسات التعليم العالي في مستوى الامتحانات. السداسي الأول جانفي لم يجرى امتحاناته أو صارت بطريقة جزئية وبسيطة جدا، ما ثمش تأطير، هذه نقطة هامة لازم نحكي عليها. راهو اليوم بالتوازي مع عدم إجراء الامتحانات ثم تعطل سنوات طلبة السنوات النهائية عن التأطير، ما ثمش تأطير. علاش؟ لأنه صدر مؤخرا في 2017 ديسمبر 2017 أمر ينظم مسألة التأطير، تدعو معناها تفرض أن الأستاذ الجامعي يؤطر الطلبة مجانا. concernant le risque نتاع une année blanche هنا نحمل الوزارة كل المسؤولية للوصول إلى قدر الله إلى سنة بيضاء. قمنا برفع شعار احترم سلم القانون احترم سلم التأجير منذ 2015، نادينا بأعلى الأصوات، مشينا للوزارة، مي مالوروزمون مراعنا كان الأبواب موسطة. دخلنا في إضراب بيوم، دخلنا في إضراب بيومين، مي مالوروزمون الوزارة لم تبدي أي اهتمام للمطالب متاعنا. لو احنا بإضراب إداري لاني باسي ومالوروزمون سي للوزارة لم تعطي حتى اهتمام. احنا ككفاءة خيرنا لعدم الخوض في الإضراب الإداري بور لاني باسي، قلنا لإعطاء مهلة ونجد كيف لحل حالة الوضع دون المساس من الطالب. دونك خيرنا أن الدخول في إضرابنا الإداري لهذه السنة من سيسيون دو جانفيي، أنه نؤمن الدروس، نؤمن كل الأعمال الموكلة للأستاذ التعليم العالي، لأنه احنا إضرابنا إخلاقي يلزمنا نحصلوا الكونتيتي دو ماتيير. دونك نحن بور نو با لي ا اون اني بلانش، سنه بيضاء هو اذا تم القص على توسكي نحن التحصيل العلمي. وخليناه كناقوس خطر للوزاره، يشعل رانا قاعدين رافعين مطالب اللي هي جديه ووطنيه لترفع من راي من شان الجامعه العموميه. مي كوم فو فوي مالوروزمون jusqu'à prison donc nous sommes à presque 75 jours mais malheureusement aucune réponse. اجرائيا الامتحانات ما صارتش، الامتحانات اجرائيا ما صارتش السدس الاول السدس الثاني ستوتافي نورمال. اذا انت تحتقر ومن الطبقه هذه كيف تحب تقدم بالبلاد؟ باش تقدم بها؟ هذا هو الاشكال الكبير، المعضله الكبيره في تونس. صاي بالعاني سي اكسبري أنه المس من هيبة وكرامة الأستاذ الجامعي اللي هي همشة القضايا الكل، وتغييبه مام حتى من الإصلاح اللي يهتم به. الوضعية اللي وصلنا لها احنا الآن ما كناش احنا هذه نطمحوا لها من الأول، ولكن البروسيسيس اللي مشيت فيه الوزارة من وقتها لتو في عملية تصعيدية وغلق أبواب الوزارة قدام الأساتذة، خلاتنا كل مرة نزيدوا نطوروا نصعدوا مع الوزارة. ولكن رغم هذا الكل حرصنا على أنه الدروس ما تقفش، وندعو إخواننا وأبنائنا الطلبة اللي من حقهم يفكروا في مستقبلهم وفي سنتهم الجامعية ومن خلال ممثليهم واللي وصلوا تو الفكرة أنهم يضربوا على الدروس، ندعوهم بكل أخوية وبكل مسؤولية أنهم يرجعوا إلى مقاعد الدراسة، وأنه ما يدخلوش في إضراب عن الدروس، لأنه هيك بالحق اللي مش وصلنا لقدر الله للسنة البيضاء واللي احنا حارسين أن ما نوصلوا لهش. الوضعية اللي يوصل لها التعليم متاعنا في تونس راهي بالحق سفي مالوكا، ولازمنا نلقاو لها حل اليوم مش بعد 10 سنين، وانه الحلول الترقيعيه والديكور اللي نعملوا فيه راهو مش يواصل في تعميق الازمه. هذا الجامعين المضربون هما يحاولوا يتفادوا يعني بكل الطرق السنه البيضاء، لكن للاسف الوزير هو اللي كان يعني من اول الاضراب في جانفي يحكي على السنه البيضاء.
السنة البيضاء هي مرحلة اللي الناس كل تحب تتفاداها، لكن إذا كان المشكل باش يتواصل بالطريقة هذه وش تواصل سياسة الأذن التي لا تسمع والأبواب الموصدة، فإنه باش نصلها في نهاية الأمر، لكن مش بسببنا إحنا لسادة السنة البيضاء نحاولوا أن منصلهاش، لكن بالطريقة هذه متاع الوزارة يعني هي قاعدة تدفع فينا للسنة البيضاء. السنة البيضاء احنا نحملوا المسؤولية لسلطة الإشراف، لأنه وقت اللي تمتنع عن الحوار مع المضربين، وقت اللي ما تستمعش إلى معناها الصيحات الجامعين اللي عندها مدة أكثر من سنتين، وقت اللي تصير وقفات احتجاجية واقع مجابهتها بغلق الأبواب الموصدة، وقت اللي الدستور التونسي ينص على التعددية النقابية ولا تفعلها سلطة الإشراف، كراو تصروا أثناء وقفة احتجاجية في القصبة وما قابلناش السيد رئيس الحكومة في مجلس النواب أكثر من 4500 أستاذ جامعي وما قابلنا السيد رئيس مجلس النواب، إذن هناك نية واضحة لعدم لتركيع الأساتذة الجامعيين لخفض أصواتهم ولعدم أعطاء لعدم الاستماع إليهم. إذن ما نجموش اليوم نحكوا على سنة بيضاء لأن معناها يتحملها الأستاذ، المسؤولية كاملة تتحملها سلطة الإشراف. أزمة تتواصل في أروقة الجامعة وأزمة أخرى لا تزال متواصلة بين وزارة التعليم العالي ومنظوريها. إحنا اليوم في أزمة، الجامعة العمومية في أزمة، والأزمة اللي فيها الجامعة العمومية ما هيش باش تتحل بالطريقة متاع التعاطي السلبي لسلطة الإشراف. سلطة الإشراف كيفاش قاعدة تتعاطى مع الأزمة؟ السيد الوزير دونك قاعد يتنقل ما بين المنابر الإعلامية باش يقدم المغالطات، للأسف الشديد نقول مغالطات، حقائق منقوصة، ماهوش قاعد يقدم في الحقيقة كاملة فيما يخص الإضراب ومطالب الجامعيين. فما نية لشيطنة الأستاذ الجامعي للحياد دونك على المطالب الحقيقية للأستاذ الجامعي. يظهر لي معناتها واضح إلي الجامعيين اليوم انتفضوا من أجل قضية كرامة وقضية وطن، وتنرجع ليش قضية وطن قضية كرامة، لأنه وقت يمشي 2500 دونك نقولوا أكثر من 2000 أستاذ جامعي قدام رئاسة الحكومة ويرفض رئيس الحكومة أنه يستقبلهم ويستمع لمشاغلهم، وقت اللي يمشي أكثر من 4000 دونك والتقديرات الجهات الأمنية 4500 أستاذ جامعي في القصبة قدام مجلس النواب ويرفض السيد رئيس مجلس النواب استقبالهم، والدوسي نتاع الاستاذ نتاع الجامعه العموميه قدام رئاسات الثلاث، ومع هذا نرفض حتى فتح باب الحوار حتى الاستماع للاستاذ الجامعي. اذا اليوم نخبط الوطن ما نسمعهمش، شكون نسمعوا؟ نسمعوا الناس اللي ربما معناتها غلق الطرقات، ربما عطلت مواقع انتاج، تجاوزت القانون، ممكن نسمعوهم ويمكن حتى نشكلوا لهم معناتها لجان من مسؤولين جهويين او وطنيين باش يسمعوهم ويحلوا مشاكلهم. حاله الاحتقان ماشيه وتزيد، الطلبة طول لو رافضين أم يعدي امتحانات جزئية، الطلبة ولاو داخلين في تحركات احتجاجية معناتها منذ بضعة أيام كانوا ديجا في تحرك احتجاجي قدام الوزارة، وكيف كيف المرة هذه زادة معناتها التعاطي نتاعهم معاها ما كانش تعاطي إيجابي، وإحنا هذا نأسفوا له، هذا نأسفوا له لأنه الجامعة العمومية اليوم قاعدة في حالة احتقان كبيرة برشا، في حالة غليان كبيرة بكل مكوناتها، أساتذة الطلبة. إحنا نطلبوا من سلطة الإشراف، نطلبوا من الرئاسات الثلاث باش يتحملوا مسؤولياتهم في اتجاه ما يحصل في الجامعة العمومية اليوم. وين ماشية الأمور؟ النتيجة شنو باش تكون؟ مانيش أنا يعني اللي نقول لك وين ماشية الأمور، سلطة الإشراف المسؤولين اللي هما قاعدين في مناصب اللي هما من مسؤولياتهم انهم يشرفوا على قطاع التعليم العالي، هما اللي يلزمهم يحلوا ملف الجامعه العموميه وما يحصل في الجامعه العموميه اليوم ويسمعوا جميع الاطراف. موضوع السنه البيضاء هي ان ثم مسؤول رقم واحد على امكانيه حدوثها هي سلطه اشراف، يعني سلطه اشراف بسياستها سياسه الهروب الى الامام والسياسه العامه، يعني هي من ازمت الوضع والطلبه واعين، وكما تفضلت زميلتي جزء كبير من الطلبه وخاصه اللي منضمين تحت الاتحاد العام لطلبه تونس يعني فاهمين المخاطر المحدقه بالجامعه العموميه، وفاهمين ان الاضراب الاستاذ الجامعي هو اضراب كرامه، هو اضراب وطن، والقضيه تتعدى مطالب قطاعيه. فالسنه البيضاء يتحملها الوزير المباشر بسياسته الفاشلة وخاصة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإنصات للجامعين. لولا في مكان في دولة متقدمة تحترم كفاءتها فقط أستاذ مضرب يستمع له ويولى له
الوقت اللازم لسماع مشاكله. هما قاعدين يدزوا ان نحملوا الوزير بيان سور المسؤوليه انه هو قاعد يدز السنه البيضاء، معناتها هذه اورينتاسيون من طرفه هو. احنا ما حناش نتجهوا لهدفنا هو السنه البيضاء، عمره ما كان هذا الهدف نتاعنا. احنا الطلبه نتاعنا بالعكس معناتها مهمين في عينينا، ما الوزير مش حابب يتفاعل معنا لا بصفه بوزيتيف لا بحد شيء. معناتها الطلبه انقطعوا على الدراسه، معناتها اضربوا عن الدراسه. الاضراب على الدراسه سا ديبو، معناتها احنا مثلا في المؤسسه نتاعنا الطلبه مش مضربين على الدراسه. لكن فما 80 جامعه اخرى بدات فيها الاضرابات وفما شكون دخلوا في الاضرابات. هنا السؤال اللي يطرح نفسه، المشرفين علينا كي يشوفوا في حوايج كيما هكا اش قاعدين يعملوا؟ انا يعني مش معك اكثر من هكا، الطلبه ضربوا ومشاو للوزاره وحكاوا ومش يتناقشوا مع الوزاره، اش كان رد الفعل؟ تطريدهم وضربانهم. معناتها الطلبه طلعوا بالذمه للوزير مش يتناقشوا، مش يحاولوا يلقاو حل هما، يحكيوا في سبيل يعديوا الامتحانات وما تسبوش في مشكله. اش كانت رده الفعل؟ ضربوهم في الوزاره. الطلبه معناتها نعرف طلبه طلعوا من صفاقس على حسابهم الخاص بدون اي اعانات واي اعاز معناتها، ورغم ذلك اش كانت رده فعل الوزاره بعد ما مشاو تناقشوا وحطوهم نهار كامل سكروا عليهم البيبان، ومن بعد كي دخلوا طردوهم وضربوهم. عندنا طفل رجع مضروب لصفاقس. يعني يجيني وزير في التلفزه يقول لي استر مستر ربي، اش مخبي انا؟ تيجي اشوفهم انت الاساتذه الجامعيين خذهم واحد واحد، تو تلقى باللي ما ثم حتى استاذ جامعي عايش عيشه طرف ولا استاذ جامعي. رانا نخدموا كما قلت لك ريتم قوي ريتم كبير، ورغم ذلك يخسر عليا كان رجع له شاهد العقل. معناتها اش معناتها ان شاء الله يرجع لنا شاهد العقل؟ احنا كاساتذه في الاخر رانا اللي قاعدين نعملوا فيه لمصلحه تونس في المستقبل. توا الطالب ولا يدخل لنا الفاكولتي، معناتها يمكن احنا سبيسياليتي في الانفورماتيك سافا عندنا طلب، وراهو الطلبه نتاعنا اللي قاعده تخرج راهي فرنسا تفك فيهم والمانيا تفك فيهم وبلدان الاوروبيه الكل يفكوا فيهم فكان، معناتها من البي اف او ليتيديون يلقى روحه اومبوشي ديجا. معناتها الكاليتي نتاع الطالب نتاعنا باهيه، الكاليتي نتاع الفورماسيون اللي قاعدين نعطيو فيها مواكبه للمطالب ولي كونترانت انترناسيونال، راهو مش ناسيونال. رانا نخدموا في دوتر تاش لا ريابيليتاسيون دي باركور، معناتها نحاولوا ان لي باركور نتاعنا يكون مواكبين للمواصفات العالميه. معناتها الاساتذه قاعده هذوما لي تاش الكل تعمل فيهم راهي لا نخلصوا عليهم لا حد شيء، قاعدين نخدموا فيهم جوست لتحسين الجامعه التونسيه وللنهوض بالجامعه التونسيه فقط. وشنو الكونتر بارتي اللي قاعدين يوصل لنا؟ هو التهكم، التهكم من طرف الوزير، التهكم من طرف الجماعه الكل. وصل معناتها يوصف الاستاذ الجامعي بالسرقه، معناتها يقول لي استر مستر ربي، يقول لي عمل لي اونكادري لي دي بي اف بلاش. رانا لي بي اف نوصلوا نسهروا معاهم 11 ونص الليل في حلين المشاكل وفي تصليحهم، مش نحاولوا يكون عندنا كاليتي باهيه، مش لاندستري، التفتح للاندستري يكون واضح ويكون الطلبه نتاعنا انجينيور حاضر ديريكت الشركه تستغله استغلال تام. ليفالواسيون اللي هي التقييم الامتحانات هذاك الاضرب الاداري نتاعنا، فهمني؟ احنا البلوز امبورتون سكو التحصيل العلمي موجود. ليفالواسيون هذاك هو سوجي دي ديسكسيون مع وزاره الاشراف تو. وزاره النتيجه تو الطلبه مضربين، شنو باش نمشيو وين ماشيين؟ الطلبه مش مضربين في المؤسسات بكل، الطلبه مطالبهم فهمني شرعيه، يحبوا على ليفالواسيون ويحبوا على 100% ديفالواسيون، خاطر ثم مؤسسات 80 مؤسسه 100000 120000 طالب توا محروم من الامتحانات، ثم مؤسسات ماهيش قاعده تجرى فيها الامتحانات 100%، هذيك المشكل فين فهمني؟ ولهنا هذا الهاجس هذا اللي نقولوا فيه للعائلات وكل شيء انه ثم سنه بيضاء مش صحيح فهمني، كل شيء بود وزاره الاشراف، وزاره الاشراف راهي وزاره الاشراف هي اللي يلزمها فهمني تحل مشاكل والتفاوض مع النقابات فهمني، دونك مش بيد الاستاذ الجامعي انه هو يقرر سنه بيضاء او لا، وزاره الاشراف هي كسياسه فهمني معينه يلزمها توفر ويلزمها تدفع للحلول اللي لحل حزة الأزمة. نتيجة هذه الأزمة قد تكون سنة بيضاء بلا امتحانات، نصف سنة مرة لا حل، ونصف آخر يأتي وقد يمر بلا حل أيضا. هذه الوضعية في مصلحة من؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ مازلنا متواصلين معاكم والأكيد قاعدين نستقبلوا في تعاليقكم في اقتراحاتكم. كان بودنا نحكي ونقولوا لي كومنتير نتاعكم، نطرحوا الأسئلة على ضيوف، لكن لذيق الوقت ما نجموش. محمد البوزيدي، 120 ألف طالب محروم من الامتحانات، التعليم العالي بدوره يعيش في أزمة، نحكيوا على مطالب من حق الأساتذة أنهم يطالبوا بها، نحكيوا على عدم استجابة من قبل الوزارة، والحقيقة وزارة التعليم العالي ما شفناهاش متعاملة بجدية كبيرة برشا مع الموضوع، مش شفناش تصاريح كبيره برشا،
مجلسات ما شفناش زاد كيف كيف، دونك 120 ألف طالب محروم من الامتحانات، يعني نجموا نحكيوا لهنا على سنة بيضاء. بطبيعة الحال معناتها الموضوع مش موضوع عادي اليوم، موضوع خطير برشا. وقت اللي نحكيو على 80 مؤسسة جامعية بدون امتحانات، والخطورة نتاع الموضوع راهي واضحة وجلية من خلال هالأساتذة المحترمين اللي حاضرين ورايا اليوم، ما همش ببليك، ناس أمنوا بقضية التعليم العالي، أمنوا أنه لابد من إصلاحات صيحة جوهرية فزاع. أكيد في سامحني، صيحة فزاع لو ظن الترشة راهو يزي منها، يزي العزوز هز الواد وتقول عم صاب وين ماشيين، ضيعنا توا سيمستر الأولى بلاش امتحانات، ماشيين في الثانية. تونس كان رسمنا القراية، القراية مشيت، شفنا التعليم الثانوي وين وصل، توا احنا في التعليم العالي. إذا كان نحكيو على بلاد تحترم نفسها، راي تحترم نخبة النخبة نتاعها، راه واحد ود وقت اللي يجي قدام أستاذ جامعي يلزم يحشم على روحه. واضح محمد، سامحني خليني نقول لك كلمة بركة، احنا في تونس بعجالة محمد، لا مش بعجالة، خليني نقول لك كلمة بركة، لا بعجالة محمد بلتلش بصفة استثنائية حقت اليوم بعجالة، مفاوضات وكلام وسلام بين شكون؟ بين شكون في تونس؟ قل لي نحترم الناس الكل، النخبة نتاعنا الأساتذة مش موجودين في حتى بلاصة، مجلس النواب ما فيش أساتذة جامعيين كعبتي، الدكاترة نتاعنا مش موجودين، شكون اللي يوصلوا البلاد واللي خطوا واللي يعملوا حاجة بيس يا جور؟ يدور لي نخبة النخبة، احنا اللي يتفاوضوا على الأساتذة الجامعيين فما البعض منهم ما عندوش بكالوري. واضح ولهنا نرجعوا رواحنا. سي جوهر، نحكيو على أساتذة، نحكيو على أستاذ جامعي، نحكيو على مرحلة ثالثة، نحكيو على ناس تعبت وشقات باش أنها توصل اليوم تبلغ الرسالة النبيلة نتاعها. الأستاذ الجامعي اليوم في تونس الحق نتاعو مهضوم، ما نسمعوش عليه برشا، رغم أنه القطاع الوحيد اللي ما كانش عنده مطالب كبيرة برشا من اللي بدأت الثورة، ما شفناش احتجاجات من الأساتذة، لكن بعد ستة وسبعة ونحكي اليوم على العام الثامن، الأستاذ الجامعي يقول لك ستوب، معناها باش نشعل لك الضوء الأحمر، أنا وين في هذا الكل؟ راني قاعد سلم التأجير ماهوش محترم، ما طالبتكش بالفلوس، لكن زادا ولي نحكيو على تراجع مستوى التعليم العالي، الأسباب نتاعو الأساتذة أكدوا أن هي متعلقة بإرادة شويه مهزوزه من الوزاره وغياب البرامج وغياب غيره، بالتالي شنو نعملوا في الحاله هذه؟ نقولوا عندهم الحق الاساتذه الجامعيين يضربوا، نقولوا والله طالب ما دخلوا حتى شيء، المستقبل نتاعو قاعد مهدد ونحكيوا على سنه بيضاء، شنو نعملوا في الحاله هذه؟ شوف الاساتذه الجامعيين بعد الثوره كل القطاعات تحركت، وكل القطاعات دافعت على مصالحها سواء الماديه والا المعنويه. كل القطاعات شعرت بالخطر في، وعندهم حق الناس تتحرك، وانا ادعم هذه التحركات، ولكن الاساتذه الجامعيين كانوا في مستوى التحدي، يعني كنا شاعرين بالصعوبات اللي تمر بها البلاد، نعرفوا أن الوضعيه ماهيش سهله، نعرفوا انه فما في مرحله معينه كانت فما قطاعات تحتاج ربما الاولويه في الدعم والسبق في الدعم، وبقينا يعني ننتظر مدة طويلة. كان المفروض أن يكون التعامل مع تعامل الدولة مع الأساتذة الجامعيين بمنظور آخر، يعني ما ناشي في حاجة أن نوصل إلى هذا المستوى من التوتر وهذا المستوى من التصعيد لكي تستمع الوزارة وتستمع الدولة إلى مشاغل الجامعة. لكن راهي المسألة متاع الجامعة ما هيش مسألة وضعية الأساتذة المادية فقط، هي وضعية الأساتذة المادية هي جزء بسيط من إشكالية كبيرة تتعلق أيضا بالجامعة العمومية ومصير الجامعة العمومية. هذا هو راهو مربط الفرس، وهذا هو صلب الموضوع ولب الموضوع. اليوم فما مخطط مبرمج وسياسة مبرمجة لضرب الجامعة العمومية. شو مصلحته الطرف اللي يسعى لضرب الجامعه التونسيه اليوم؟ مصلحته هو الخوصصه، خوصصه التعليم العالي. هناك ضغوطات،
اليوم في اتجاه سياسات دولة، ما هيش مرتبطة فقط بالجامعة، هي سياسات دولة كاملة مرتبطة بمفهوم الدولة اللي ما يعني تتخلى عن المرافق العام، إدارة المؤسسات العمومية، تتخلى عن المؤسسات العمومية، تتخلى عن دورها الاجتماعي، تتخلى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتلز في المنظومة الجامعية سواء كانت طلبة أو أساتذة أو إدارة أو أولياء إلى الذهاب إلى خيارات أخرى ربما يعتقدون أنها ستخفف الأعباء المالية على الدولة. وهذا علاش أنا نحب نقول أن نخاطب موشي الدولة ولا الوزارة، إنما نحب نخاطب الطلبة ونحب نخاطب أولياء الطلبة، أنه تحركات الأساتذة الجامعيين ما هيش في علاقة مباشرة بوضعياتهم المهنية ولا وضعياتهم الاجتماعية، هي في علاقة بهذه الجامعة اللي مكنت كل أبناء تونس من الشمال للجنوب الفقير والغني أنه ينجم يقرأ وينجم يتحصل على شهادة جامعية وينجم يخترق خط الفقر وينجم يركب المصعد الاجتماعي. هذه الجامعة اليوم راهي في خطر كبير، ومش فقط الجامعة، التعليم العالي بصورة عامة في خطر، لأنه لما نمشي ونبحثوا اليوم على القطاع الخاص في التعليم العالي نلقاوه أيضا في وضعية متردية جدا ومتردية للغاية، بمعنى أننا قاعدين نفوت ونبيعوا في القطاع العام لقطاع خاص فاشل غير قادر على الاستثمار الحقيقي في منظومة التعليم العالي. سي بالعيد، من جهة الدولة التونسية تراهن على الأستاذ الجامعي وعلى الشهادة العليا وتقول لك أن الأستاذ الجامعي هو اللي باش يهز للدولة إلى بر الأمان واللي باش يخرج لي كفاءات اللي باش تشتغل وغدو باش تخرج لي سوق الشغل، ومن جهة أخرى أنا كأستاذ جامعي اليوم نقول لك يا مسؤول يا وزارة يا دولة راهي المسألة ماهيش ماشية في الطريق الصحيح، راهو فما تهديدات للقطاع، راهو احنا بيدنا قاعدين نشعروا بالخطر هذا، يجاو نقعدوا على طاولة الحوار ونعملوا حوار وطني شامل يقع فيه الإصلاحات. شنو عليه القطيعة هذه؟ علاش ولينا نستسهلوا؟ إضراب عادي بما أنه الطالب يقرأ ولا ما يقراش ما عنديش خسائر مادية، دونك ما نوليوش الاهتمام كما نولي المؤسسة أخرى تدخل لي في الفلوس يقع فيها إضراب تتحرك الناس الكل والتنديد ويجب أن يتم فتح الطريق وكذا. للدرجة هذه تونس الدولة المعروفة عليها تراهن على الذكاء وعلى العقول والموارد البشرية، ما عادش يهمها أنه تسمع 120 ألف طالب ماهوش قاعد ينجز في الامتحانات نتاعو. الدولة ماهيش تراهن على الكفاءات، مش صحيح. هذا مش صحيح. الدولة عندها نسبة العاطلين عن العمل هم خريجي التعليم العالي. إذا إشكالية كبيرة ياسر في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. الوزارة تقر بوجود نقص كبير في الموارد البشرية في الأساتذة، والدليل على ذلك تونس الدولية ما عندناش كفاءات ناس تقري، والأساتذة الجامعيين يخرجوا في كفاءات سير لو مارشي. إشكالية كبيرة ياسر. إشكالية أيضا بالنسبة للوزارات، أنا يعجبني في الوزارات قدرة عجيبة على الانكسمون. شو معناها الانكسمون؟ يعني ينجم ياكل أكثر ضرب بمعنى الرياضي الأخلاقي، فقط الرياضي في المجال الرياضي مش في مجال آخر، ويحول الصراع إلى مجال آخر. بمعنى كيف يحولوا في الثانوي الصراع نتاعكم يا أولياء روى عند السادة نتاع التعليم الثانوي، حسبوا لكم الأعداد نتاعكم. ونسمع أيضا في التعليم العالي أنه الصراع مرتبط بعدم إجراء الامتحانات وسنة بيضاء. خلينا نكونوا واضحين مع بعضنا نحن، ماذا نريد تحديدا بالنسبة لهذه المنظومة؟ السادة نتاع الجامعة أخطأوا. علاش أخطأوا؟ وأنا أستاذ في الجامعة وأخطأوا مباشرة، دفعوا ضريبة الأنفة والمكانة الاجتماعية. بمعنى ما معنى ذلك؟ ما حبوش يطيحوا بعد الثورة فيما يسمى الانتهازية المهنية بشكل واضح وصريح. لا يمكن لدكتور دولة أو باحث، حتى دكتور مازال يعمل في الماجستير نتاعه وعمل ماجستير ويعمل في الدكتوراه باش أنه يسكر الطريق، يأبى على نفسه باش يعمل هذه الممارسة، وعنده طلبة يقرأوا عنده. هل من المعقول أن طلبة يقرأوا عنا دروا ويقرأوا عن سي جوهر دروا يقروه دوزيام سيمستر يقروا فيه أربع أسابيع ويحب يخرج بعد كده مختص في القانون؟ من قال لنا أن منظومة الإمد هذه صحيح وطراعي؟ علاش نخرجوا في الطلبة على بكري؟ عنا بزوان سير لو مارشي يقرأوا في ثلاث سنين، عامين ونص تحديدا. طلبتنا هم في حاجة، هم بيدهم. نحن ندافعوا على منظومة من التعليم العمومي مع دعمنا. خلينا نقول حاجة أخرى، الاستثمار الخاص مطلوب لهذه الدولة، ولكن أيضا لا يمكن أن نترك هذا المجال فريسة للتجاذبات. إشكالية كبيرة، السيد وزير التعليم العالي عندما يريد أن يفاوض ما هو المشروع وما هي الرؤية المستقبلية
اللي فيها تعايش بين القطاع الخاص والقطاع العام. لا وجود لرؤيه واضحه، الضريبه يدفعها الطلبه بالاساس. ماذا بينا بيان سور ما يكونش فما حتى ضريبه، الامور تصير بشكل عادي. سي زياد باعتبارك استاذ جامعي، المطالب ك يعني في شكلها العام الله غالب اقتصرت في انه مطالب ماديه، الولي ما يوصلوش المطالب الاخرى، يقول لك انا اش دخلني البلاد في ازمه، دونك انا ما يهمنيش تزيد في الشهريه ولا لا. لو كان تعطينا بعجاله المطالب نتاعكم بالاساس، مطالب الاساتذه الجامعيين. اول حاجه هو قول مطلب مادي، اول حاجه حتى اذا كان الاستاذ طلب مطلب مادي من حقه انه يطلب مطلب أكيد. مادي نظرا. احنا اليوم مشكلتنا هي مشكله وطن ومشكله كرامه. علاش مشكله كرامه؟ لانه الوظيفه العموميه مبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين كل المواطنين في الوظيفه العموميه هذا حق وحق دستوري وحق الاستاذ الجامعي اليوم هضم. وقت اللي يجيك يقول لك الفصل 4 من عدد 47 واللي صادر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه يقول لك تمثل الشهاده الوطنيه للدكتوراه اعلى شهاده وطنيه في التعليم العالي وهي تؤهل حامليها لمزاوله جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الامر عدد 21-39 لسنه 2009 الى اخره. فهذا يعني ان الاستاذ الجامعي هو يجب ان يكون في اعلى سلم التاجير. اليوم فاش قاعدين نشوفوا في الوظيفه العموميه؟ الوظيفه العموميه نشوفوا فوضى. القانون مبدا المساواه وعدم التمييز يقول لك مستوى معين تاخذ مقدار باك بلس 2 مقدار باك بلس 4 مقدار. فاحنا نتيجه الحيف هذا ولا والشعور بالغبن فما اكثر من 4500 استاذ جامعي على جنب 12000 استاذ جامعي غادروا الوطن. وزاره الضبابيه لا خلينا نكمل وزاره الضبابيه خاطر هي منظمه انا يقظ تقول تقر ان وزاره التعليم العالي هي اكثر وزاره ضبابيه. الوزير والفريق الوزاري نتاعو اللي كنا نتمناه انه يكون اليوم حاضر في البلاتو باش نواجهوه بالاكاذيب اللي قاعد يقول فيها للراي الجامعي يقول فما 1500 خرجوا. 1500 خرجوا عن طريق التعاون الدولي. شويه يا اخي 1500 في الدولة الحديثة قبل كي كان يخرج أستاذ جامعي واحد ناضلوا من أجله باش يبقى في الوطن هذا. أكثر من 4500 80% عندهم نية الهجرة. قرابة 28000 كفاءة من الأساتذة الجامعيين متواجدين خارج الوطن. 80% من الدولة التونسية اللي تصرف عليهم وتاخذ شهادة الدكتوراه ما يرجعوش الوطن. 4000 دكتور بطال اللي صرفت عليهم المليارات ونشوفوا في الجامعات السعودية. الجامعات السعودية باش متألقة بالكفاءات التونسية. هذه بالنسبة لنا مسألة كرامة ومسألة وطن. علاش باش نقول مسألة وطن؟ مسألة الوطن لأنه الجامعة هي اللي تحمي الفكر النير وهي هي ضد العنف وضد اللامواطنة. اذا كان مش نسحروها الجامعه هذه لشكون؟ احنا دورنا انه ندافعوا على مكتسبات الدوله الحديثه هذه وانه نقفوا صد منيع ضد الوزاره هذه ونقفوا صد منيع ضد الكذيب نتاعها والتهديد نتاعها. كنا نتمنوا انه يكون حاضر معنا ممثل عن وزاره التعليم العالي لكن مشينا لهم للوزاره وحاولنا باش ناخذوا منهم موقفهم من الاضراب. نشاهدوا تصريح السيد مدير عام التعليم العالي ماهر القصاب حول موضوع اضراب الجامعيين ثم نعود لمواصلة الحديث. تفضلوا. الوزارة ما رفضتش الحوار. الوزارة تحاورت مع ممثلي نقابة إجابة في 24 جانفي وكان الحوار حسب بين نقابة إجابة بين يقول أنه اللقاء كان إيجابي جدا وكان في رفع لعديد لمالونتوندو سوء الفهم في عديد النقاط وكانت نقطة طيبة في تقديرنا أنه كانت تتواصل بجلسات حوارية أخرى وممثلي إجابة كانوا مقتنعين أن الحوار يجب يكون مع الأطراف الكل وأنه التفاوض ما يكون كان مع الجامعة العامة الاتحاد العام التونسي للشغل في اتفاق في إطار الاتفاقيات القديمة وفي إطار المفاوضات الاجتماعية باش تصير في أفريل. دونك الحوار موجود، الوزارة ما قاطعتش الحوار هذا. البيان الذي وقع اصداره سويعات قليلة بعد اللقاء كان طيب وكان بادرة باش تتواصل باش كل النقاط اللي فيها سوء فهم نتجاوزوها، لكن بون ديما الإمكانية موجودة للحوار ونجموا نلقاو الحلول مع بعضنا مع كافة الأطراف الأخرى. قد ما احنا متفاهمين مطالب زملائنا الأساتذة قد مش مقتنعين بالطريقة التحرك، طريقة التحرك اللي هي ضرب الطلبة اللي ما خليتهمش يعديوا من جانفي. التحرك هذا كان يجب يكون بطريقة أخرى وهذا معناها هذا اللي مش متفقين عليه وهذا
قلناه وعبرنا عليه في عديد المراحل. الأزمة يمكن تتحل وقت فما أزمة فيها أطراف، يلزم الأطراف كل تشارك فيها حالة الحل كل واحد من جهته. الوزارة تحاورت ومازالت مستعدة للحوار لتجاوز هذه الأزمة. كما قلت ونعاودها، الحوار مع الناس كل، مع الأطراف، مع كل الطلبة أساتذة، والتفاوض يكون مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلية اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل. موقف وزارة التعليم العالي من أنه يكون فما سنة بيضاء ولا لا، والحديث زاد على أنه فما باب الحوار. سي نجم الدين، وزارة التعليم العالي في ممثلها سي ماهر القصاب مدير عام التعليم العالي يقول لك احنا رانا قاعدين نجلسوا على طاولة الحوار وراه ما عندناش إشكال فيما يتعلق بالمطالب نتاع الأساتذة الجامعيين، بالعكس احنا ندعموهم، لكن عندنا خلاف معاهم في شكل النظام اللي اختاروه أنهم ما ينجوش الامتحانات، وكان الأجدر يتخذوا أشكال أخرى ما تضرش بالطالب. والله يعطيك الصحة على إتاحة الفرصة باش نردوا على مغالطات وزارة التعليم العالي، وللأسف المغالطات هذه ترتقي إلى مستوى الكذب. لهنا مش نبدأ نعطي تعامل وزارة التعليم العالي مع الأساتذة الجامعيين، احنا المطالب نتاعنا من 2015 كيما في الفيتيير بكري حكاو الزملاء على شكل أشكال النظام التصاعدية اللي بدأت بإضراب يوم، وقفة احتجاجية قدام الوزارة سكرت علينا باب الحديد خلتنا في الشارع أول مرة في الوزارة، يعني بشوف وزارتنا تخلينا في الشارع وقت اللي قلنا نحتاجين على كلام الوزير أستر مستر ربي والتصريحات نتاعه اللي على مستر ربي سامحني فسروهيلي. وزير التعليم العالي في تصريح يقول الأساتذة الجامعيين يستعملوا في الساعات الإضافية بصفة غير قانونية، وأستر مستر ربي هنا احنا نفسر حاجة، الساعات الإضافية نتاع الأستاذ الجامعي 7 دنانير بالنسبة للأشغال التطبيقية و11 دينار بالنسبة للتدي اللي هو بالنسبة للمعلم وأستاذ تعليم ثاني واللي هو ديما يقعد شوية بالنسبة للتعليم 14 دينار باش نعرف أستاذ جامعي حامل شهادة الدكتوراه 7 دنانير، وقطاعات أخرى نحكيو في التعليم 14 دينار. يعني يقول يستعملوا بصفة غير قانونية ويحمد ربي على الأجر اللي ياخذوا فيه من غير ما يخدمش. ولماذا يضطروا للساعات الإضافية؟ للساعات الإضافية خاطر عندنا ديفاكاتير بيرمانون. وأكثر من هكا الساعات الإضافية تحدث عليها وزير التعليم العالي هذه ناخذوها كان بعد عامين وبعد 3 سنين. هذا كان خذيناه. خلينا نكمل زياد الإشكال شنو اللي بدا الانطلاق، يعني احنا كعملنا وقفة احتجاجية على التصريحات هذيك. وزارة التعليم العالي سكر علينا الأبواب الحديدية في إطار سياسة الأبواب الموصلة. عملنا إضراب يوم، إضراب يومين، لا حياة لمن تنادي. كناش نعمل إضراب إداري في جوان، لا حياة لمن تنادي. دونك ونتيجة اليوم أنه وقع حجب الامتحانات وما عادوش طلب الوزارة إش كانت؟ الوزير التعليم العالي يتنقل من بلاتو بلاتو أمود وان منشو. سما زرقاء والعصافير تزغزق. وقت اللي بدا الاشكال، واحنا نحب نرجع للاشكال لوزير التعليم العالي اليوم ولا حتى الفريق الوزاري نتاعو يقول الاساتذه عندهم حق في المطالب نتاعها. نقول مش صحيح الكلام اللي يقولوا فيه، خاطر وزير التعليم العالي وقت اللي جاي يناقش في ميزانيه التعليم العالي في ديسمبر 2017 تحت قبه مجلس النواب ما ذكر حتى شيء، وهذايا من خلال جلستنا مع في مجلس النواب مع لجنه التربيه اكدونا النواب وقعدوا باهتين المطالب هذه. شبيه وزير التعليم العالي ما حكاش عليها، ما حكاش لي على المطالب نتاع الاساتذه الجامعيين، حكى على خطط الانتداب، فتح باب الانتداب للدكاتره المعطلين العمل، حكى كان على مشروع البي اف او يلزم يتعدى في الرايد الرسمي واللي هو يكون تاطير زوز مشاريع الاولى بلاش، سرقه مجهود وعرقت الجامعيين. اكثر من هيك خليني نكمل باش نوضح على الوزاره اللي بعجاله علاش حكيت على المغالطات. وزير التعليم العالي وللاسف كي نقول وزير التعليم العالي هو اعلى مسؤول في وزاره التعليم العالي يجي تحت قبه مجلس النواب ويغالط النواب ويقول لهم اللي الأساتذة الجامعيين احنا خسرنا القضيه في سلم التاجيل ومن ثم سلم التاجيل، واللي هو مش صحيح. احنا القضيه اللي تم النظر فيها هي القضيه الاحتجاج على الاجراءات القمعيه، خاطر وزاره التعليم العالي شنو التعامل تاعها مع الاضراب كان من اول نهار التهديد والوعيد ومش نعملوا اجراءات اداريه، وما حبوش يوصوا بالاضراب اللي هو اضراب، يحكيوا على اساتذه بعض الاساتذه ممتنعين على اعطاء بعض الامتحانات، ويجي حتى في قنوات تلفزيونيه ويقول اللي خسروا القضيه هذه، والقضيه احنا عندنا هو القضيه اللي عملناها لايقاف الاجراءات الاداريه القمعيه الغير قانونيه. واضح ما نحكيو فيه الموضوع اكثر. سي نجم الدين شهاب شعبيني، نحكيو اليوم على امكانيه انه يصير سنه بيضاء باعتبار انه الامتحانات ما وقعش انجازها، كي ما يقعش انجاز الامتحانات واحنا على ابواب تقريبا العطله، فمش كون حد بدا يحضر في بروجي فانديتيد نتاعو والميموار، دونك احنا في اخر مارس، في الحاله هذه نجمو نحكيو على سنه بيضاء، والطالب شنو هي ذنبه انه يكون فما سنه بيضاء؟ العائله صرفت ونعرفوا المصاريف وتكلفه الدراسه في التعليم العالي، بالتالي نحسوا المساله ماهيش واضحه. اول سؤال، فما امكانيه نمشيو في سنه بيضاء؟
بوركوا با ما نمشيوش في سنه بيضاء ما دام الطالب التونسي يتخرج ويبقى 10 و20 و30 سنه بطل. فاذا كان باش يخسر عام وتتصلح منظومه التعليم فالسنه البيضاء شنو الضمان انه المساله باش انه الامور باش تتحسن وباش تتصلح؟ والله نحن ناضلنا وما زلنا نظن وناضل صلب الاتحاد العام لطلبه تونس من اجل تغيير منظمه التعليم الجامعي الثانوي والابتدائي، لانه اذا نحكيو نحن على اصلاح منظمه التعليم فانا نحكيو على الابتدائي وثم الثانوي والاعدادي وثم الجامعي. وكما ترى انت تو الطالب التونسي قاعد يعيش في 10 او 20 سنه بطال، معناها ما سوق الشغل مش قاعد يستقطب في الشهائد العلميه، سوق الشغل مش قاعد يستخدم يستقبل معناها في خريجي المعاهد والكليات والجامعات العموميه، وماشي اكثر مع الجامعات الخصوصيه. من اجل ذلك نحن قلنا لا لخصوصة الجامعه التونسيه، اي انكم مع الاضراب الحالي. نعم نحن ديجا هبطنا بصفتي انا عضو هيئه اداريه وطنيه عن الاتحاد العام لطلبه تونس، مؤتمر الاعتبار الحركه الطلابيه، هبطنا بيان توضيحي ساندنا فيه مسانده مطلقه للاساتذه الجامعيين لانهم طالبين حق مش مزيان. بالتالي هذا امر مهم انه يكون فما مسانده من قبل ساندنا ديجا احنا وهبطنا البيان نتاعنا مساندين الاساتذه الجامعيين وحق من حقوقهم انهم المطالب نتاعهم مشروعه. واضح وحاضرين معنا كما قلت صلة من الجامعين، ماذا بيا لو كي تعطيهم الميكرو خناخو الاراء نتاعهم. زميلي عزمي تعطينا الميكرو، اللي كما قلت فرحانه برشا لحضور الجامعيين اللي الحقيقه يساهموا في النخبه نتاع البلاد تتعدى على ايادي الاساتذه هذوما اللي انا نحب نقول لهم يعطيكم الصحه وربي يبارك لكم في صحتكم وان شاء الله يا ربي نشوفوكم متميزين ومتالقين. مدى مرحبا. عسلامة. عرفني بروحك بعد. أسمر ديسي، أستاذة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل. أنا نحب نحكي على نقطتين، ناحية مادية وناحية أخلاقية. عندنا مشكل، نحن أساتذة رانا أساتذة باحثين. باحثين معناتها احنا مطالبين معناتها في الكورسوس نتاعنا الكل باش ديما نقدموا ابحاث باش نجموا نقدموا باش نجموا نرتقيوا معناتها في الرتب. يعني احنا مش معناتها كملنا اطروحه الدكتوراه ونقريوا ونتدرجوا في السلم كيما بقيه معناتها الموظفين، لا احنا مطالبين ديما في معناتها في حياتنا الجامعيه الكل باش نقعدوا ونحنا زادا نقراوا كيفنا كيف الطلبه نتاعنا، فاحنا زادا نصرفوا على الابحاث نتاعنا. يعني انت ارتيكل باش تخرجوا لبرا معناتها تصرف عليه 100 دولار بالتدهور نتاع الدينار التونسي تخلص عليه 300 دينار، معناتها اش قعدت فيها شهريه؟ معناتها الشهريه احنا هذيا اللي نطالبوا بها فيها بزياده، اولا بيان سور لان نحسوا بالظلم معناتها سبع سنين بعد الثوره واحنا في بلاصتنا وناس اخرين معناتها تحركت واحنا نباركوا التحرك نتاعهم، فهذا شرعي لان يعني الحاله الماديه نتاعنا تاثر على زاد النيفو اللي احنا نعطيوه لزيت. يعني يلزمك ديما تبحث ويلزمك ديما تكون على باج باش انت تعطيه معناتها لا ميور فورماسيون الكي ميريت. واضح دكتور. دونك هذه الناحيه الماديه. الناحيه الاخلاقيه الحق نتاع ربي احنا كاساتذه عندنا مشكل اخر، نحس روحنا احنا محصورين في منظومه تدعم فيها الدوله تغش في الطلبه، يعني تخدع في الطلبه وفي الاولياء. معناتها احنا نلقاو روحنا يجيونا طلبه عندهم مستوى معناتها ما نقولش الكل متواضع، معناتها فما فيهم معناتها بارتي كبيره متواضع سورتو في الجامعات الداخليه، نحاولوا معاهم نحن باش نوصلوهم معناتها يعملوا اون بون فورماسيون بور انتغري معناتها لو مارشي دو ترافاي. ثلاث سنين هذوما ماهمش كافيين، الفورماسيون اللي ياخذوها معناتها بعيده كل البعد معناتها عن الطموحات نتاعنا ونتاعهم. وقت اللي الدوله ما تحبش تصلح منظومة معناتها وتعطيه شهادة في يده تخدع فيه هو في الوالدين نتاعو يصرفوا عليه في الفلوس. يعني أنا نهار وقت اللي يجيني الطالب نتاعي يقول لي مدام نكمل ماستير نلوش خدمة معناتها تلقى روحك ما عندكش الإجابة ما نجمش نجاوبه. واضح دكتورة معناتها أنك تمرن ما فماش أفاق ما فماش يعني بالنسبة للطالب ما عندوش رؤية شنو باش يعمل. واضح. معناتها فما غياب للطموح معناتها هو بدا يحس روحه ماهوش فاهم اش باش يعمل. واضح ماهوش فاهم وماهوش عارف وما فماش افاق وما عندناش حلول. استاذ يعطيك الصحه على كل التوضيحات، لو كان بالامكان تمر الميكرو الاستاذ اخر. مرحبا بك. مرحبا. محمد ناصر الكريفي استاذ جامعي في علم المناعه بالمعهد العالي للتكنولوجيا الطبيه. مرحبا بك استاذ. ربيب انا نحب نلخص بعد 15 سنه يعني تعليم، يعني المطالب نتاعنا في ثلاثه نقاط هامه ونحط على راس القائمه هو انقاذ منظومه التعليم العالي. إنقاذ ما
حتى الاصلاح الموضعي ما عادش يفيد. احنا ايش مازال على الروتريت كالكوزانية، قلت اموا خلي نقدم يعني اخر خدمه قبل ما نخرج منها المنظومه هذه للمنظومه. جل انا وقت نشوف هنا عندي طلبه نتاعي دكاتره بطلها حدايا في نفس المدرسه. يعني اول نقطه وعلى راسها هو اصلاح منظومه التعليم العالي، اصلاح جوهري. كيفاش يكون الاصلاح؟ يعني هذه سامحني حتى لو كان مش في اتاكي شويه السياسيين هنا، هي كانت ضحيه يعني سياسات ارتجاليه من صغير تقييم. يجي يقوم بعد يشيلوا عليه يقول له احنا الجامعه قاعد تخرج ببطاله. سامحني وقت اللي انا طالبك نجي وقت نعمل يعني كونسيبسيون تاع يعني تصور تاع برنامج لتكوين كفاءات، ما عندي حتى دراسه على متطلبات وعلى حاجيات شغل حينيه والمستقبليه. يعني نعملوا في اصلاح يعني للجيس للفولكلور للتلفزه، وقت نجي نشوفوا نستغربوا احنا منش يعني نحسوا انه بعيد علينا بالكل خارج. واضح واضح استاذ يعني، وانا من موقعي نحب ان نقول لك يعطيك الصحه على الخدمه النبيله اللي قدمتها تلت سنوات هذوما. يعطيك الصحه، شكرا لك ولكل الساده اللي مازلنا يعطيو، وانت حتى بعد التقاعد مازلت باش تعطي اكيد لتونس. مازلت وهذاك في عجاله فقط في عجاله. النقطه الثانيه اولا الاصلاح، ثانيا بربي يعني كما قالت الاستاذ يعني علاش نعملوا احنا في ساعات اضافيه؟ قالوا لك ثم بطاله، ثم دكاتره بطاله في مستوى عالي. ثانيا هو يعني اذا لا ميور فورماسيون هي بالبحث، لا ميور فورماسيون سي لا فورماسيون بار لا ريشيرش. باش نحكيو على البحث العلمي ودور الدوله انه تدعم البحث. شكرا لك استاذ. احنا اذا كان ما نقوموش بهالنقاط هذا ما راهو احنا شكرا يعني لك استاذ. عداله التاجير تجي في اخر نقطه، واحنا اجل في بارك اذا كان هالبارك هذا يعني خارب مش يطيح كسوة عندي شارية باهي ولا مش يطيح بينا كل. واضح استاذ وصلت الفكره. نرجع لك قبل ما تغادرنا شهاب شعباني عضو الهيئه اداريه ووطنيه فيما يتعلق بموقف الطلبه، هل انه تم الاجماع من قبل كل الطلبه على مسانده الاضراب نتاع الاساتذه او فقط النقابه اللي تمثلها انت؟ تم الاجماع من جميع الاطراف على مسانده الاضراب نتاع الاساتذه الجامعيين. ونحن بصفتنا طلبة معناها وبصفتنا شباب تونس، أنا بصفتي شاب نمثل جميع شباب تونس منهم 600 ألف شاب من خريجي الجامعات معناها أصحاب الشهائد العليا. احنا نحب نوصلوا ميساج للسيد الوزير السيد رئيس الحكومة، نحن رانا صامدين من أجل أنه من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي إصلاح جذري، وكذلك انا معناها ساندنا الاضراب هذا. واضح. من اجل لانه مطلب الاساتذه الجامعيين مطلب معقول. واضح. وبصفتنا نحن الاتحاد العام لطلبه تونس نسعى دائما الى الارتقاء شغل بالجامعه التونسيه الى ما هو افضل، وناضلنا وما زلنا نناضل من اجل ان تكون هذه الجامعه شعبيه، بمعنى شعبيه. واضح. ان تكون الجامعه لاصحاب وصلت الفكره نتاعك شهاب شعباني. يجب ان تكون هذه الجامعه مفتوحه لجميع فئات لجميع شرائح المجتمع التونسي، ليس لابن اجريك او زيد او ابن فلان او فلان البرجوازي البروليتاري او ما نعرف شنو. نحن نسعى دائما لان تكون هذه الجامعه شعبيه فقط. وصلت الفكره نتاعكم. باش نستدعاك نشاهدوا مع بعضنا فيتير نحكيوا فيه وتابعنا فيه كنا موقف الطلبه اللي يعتبروا روحهم ربما اليوم ولاوا جزء من المشكل المطروح. نشاهد هذا التقرير. نعم. ثم نعود لمواصله الحديث. المستقبل. واضح شكرا لك شهاب. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمواصله الحديث. تفضل. البلاد في السنوات القليله القادمه. احنا نظرا الى انه متضررين خاطر ما نعديوش اكزامانات وباش نبقوا هكاك، راهو هذا تضرر معناها اون فان كونت. راهو ليتيديون يقرا 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 ويعمل فورماسيون نتاعو، معناها يلزم يكزاميني روحه ويلزم يمتحن روحه ويقيم روحه، معناها باش يعرف مستواه وين وغدوه باش ينجح وباش يواصل. يا اخي مسيرته ما توفاش في عام ولا اثنين، معناها احنا مازلت قدامنا القرايه ومازلنا باش نقراو، لهذا ما تساعدناش معناها اللي قاعد يصير والطريق اللي ماشيين فيه. كلك سوا سنه بيضاء ولا مش عارف سنه، ما الناس تقول سنه بيضاء، يعني مثلا نقول سنه سوداء. الكونديسيون بصراحه ماهيش تاع قرايه، خاصه انه احنا توا واحد معناها كيري ولا في الفوايي ولا لحاجه، مش عارف روح وقتاش يعدي، وقتاش نكون وقتاش باش ينجح، معناها مستقبله ما هو مجهول. هو توا بالنسبه لي هو اللي باش يبقى كيكري لك حتى الجويليا ما نعرفوا المستير انها منطقه سياحيه، معناها جوان وجويليا واوت يخرجك الكاري عادي ما عندوش حتى مشكل، معناها بينما احنا ما نعرفوش روحنا وين باش نبقاو. اللي باش تكون في الفوايي جوان يتسكر الفوايي ما عادش يعرف روحه، حتى كي تهزلو انت معناها ورقه مصحه من الاداره ولا من الوزاره مش يقبلها لك، هو مربوط بالديوان هو معناه. الاساتذه في التصعيد بتاعهم انهم هما
ما همش معايا سنة بيضاء، هما طالبين حاجة برك، طالبين يا وزيرنا انك تقابلنا ونتفاوضوا ونشوفوا حل. ليتيديون راهو اساسا هو اللي باش يدفع الفاتورة اليوم، توا احنا نشوفوا في ليتيديون هو الوحيد اللي باش يدفع الفاتورة وباش يحاسب، معناها كيما نقولوا كان باش تصير تأخير في العام، راهو باش هو اللي باش يدفع الفاتورة، وكان باش تصير سنة بيضاء، كذلك هو اللي باش يدفع الفاتورة، احنا ما نحبوش الفاتورة تكون غالية، واحنا اساسا نحملوا سلطة الإشراف، سلطة الإشراف الوزارة اليوم يلزمها تتحرك. استاذي على عيني وراسي، لكن حق الطالب اولا، وكي نقاوم مصالح نتاعنا متضاربه نقول لا وندافع عليه اولا، على خاطر واش خلينا معناتها قمنا باحتجاجات نتاعنا انطلاقا من جانفي، عملنا اضراب اول جانفي اعلنا عليه، كيف كيف الفتره هذه قبل اسبوعين اعلنا اضراب مفتوح في المعهد نتاعنا، قمنا باحتجاجات كبيره وقمنا بمسيرات لرئاسه الجامعه وقمنا بعديد معناتها الحوارات وحاورنا معناتها خاصه في المجلس العلمي اني كنت مثل طلبه دفعت على الطالب وحبيته يعدي امتحانه في المؤسسه نتاعو، على الاقل نضمن حقي في المؤسسه نتاعي، وكيف كيف اصحابي يدافعوا على حقوق نتاعهم في كل جامعه، وقمنا بوقف احتجاجيه قدام كل جامعه وقابلنا رؤساء الجامعه وحاورنا معهم ووصلنا المطالب نتاعنا، وصلنا كيف كيف عملنا مسيره اخرى لولايه المنستير، يعني كطالب في جامعه المنستير مشينا لولايه المنستير وعبرنا وقابلنا المعتمد لول وقدمنا المطالب نتاعنا، اللي مع الاسف سلطه الاشراف قالت ما عندناش حتى حل، ومعناتها وقالوا لنا ما عندناش حلول امام المطالب هذه، وما حاولش حتى معناتها يرتحوا الطالب يقولوا له باهي تلقاو حل، فماش حل، حتى كي مشينا للوزاره مؤخرا يوم الخميس 15 مارس ما قابلناش الوزير وما خلاو البيبان مسكره قدامنا، كان احتجاج كبير نظموا الاتحاد عام توصيل للطلبه وكان معناتها مرخص به، وكان في عدد من الطلبه محترم جدا جاوا من جامعات قفصه ومن قابس ومن صفاقس ومن سوسه ومن مستير ومن تونس، ومع الاسف قلنا الابواب مسكره قدامنا. من جديد كان هذا موقف بعض الطلبة من كليات وجامعات مختلفة في تونس، فأما تباين في الآراء حول موضوع إضراب الأساتذة الجامعيين. التحقت بنا وداد كلميمي منسقة وطنية لتحالف الدكاترة وطلبة الدكتوراة، مرحبا بك وداد. بما أنك منسقة وطنية زادة لطلبة الدكتوراة ومعنية بالمسألة اليوم، هل أنه ترى أنه الطالب اللي خالف الاحتجاج متاع الأساتذة هو ماهوش فاهم الموضوع، ولا ترى انه من حقه اليوم يقول انا نحب ندخل نقرا ورجاء انه يتم اقصائي وابعادي من التجاذبات الموجوده بين الوزاره والاساتذه الجامعيين؟ هو اول حاجه ساعه نشكركم على الاستضافه ونشكركم منكم اتحتوا لنا الفرصه ان نحكيوا اليوم معناها على سوجي اوسي امبورطون كو سا، اللي هو سوجي نتاع التعليم العالي والتعليم بصفه عامه في تونس. دونك بطبيعه هو كل واحد حر باش يكون عنده الراي نتاعو اللي يخصه معناها اللي يعبر عليه، لكن هو هنيه المشكله انه طلبه اليوم مش فاهمين معناها المشكله، مش فاهمين هالمشكله والخطر اللي قاعد يحيط بهم. اذا كان هما معناها يقراو عند اساتذه اللي هما ماهوماش ايبانوي، اللي هما يقراو عند اساتذه اللي هما ماهوش معناها يقراو في دي كونديسيون معناها اللي اقل ما يكون عندها انه ما يقال عنها انها كارثيه، معناها كل معناها ما ينجموش يفهموا، معناها اذا كان هما يخدموا في يقراوا في دي كونديسيون كيما هكا مش باش ينجموا يحصلوا من فورماسيون باهيه، مش باش ينجموا يخرجوا من بعد لسوق الشغل. دونك يلزمهم يتفهموا، وابخيتو كل واحد عنده رايه. الاكيد انه تختلف الاراء وكل حد حر في موقفه، نجم يكون شخص معاه ويكون شخص ضده، وكل واحد حسب المرجعيات نتاعو وحسب الظروف والمنطلقات اللي خذاها بينهم هل القرارات هذه والمواقف هذه. نخرج فاصل ثم نعود لمواصله الحديث في برنامج هاي ما يتخبى. من جديد وباش نحكيو في نقطة مهمة ومهمة للغاية متعلقة بالتعليم العالي في جزء منه البحث العلمي. نحكيو على البحث العلمي اللي المفروض الدولة تراهن عليه كجزء من شأنه أنه باش يساهم في التنمية في جميع القطاعات. محمد البوزيدي، البحث العلمي في تونس يبدو أنه فما مشاكل كبيرة برشا فيه. العنوان موجود كعنوان بحث علمي موجود، لكن حضرنا احنا للبحث العلمي يبدو انه ما كناش مستعدين او ان ماناش مواكبين التطورات اللي قاعده تصير في العالم الكل فيما يتعلق بالبحوث العلميه. هي الحقيقه البحث العلمي في تونس الاسم العالي والمربط الخالي. عندنا صور معناتها
بعد باش نوريوها صادمه. وقت اللي نحكيه على مقياس تطور الشعوب، تطور العلم فيه، احنا في تونس عندنا لي لابوراتوار للفيري وللعنكبوت وللحيوت الطايح وللكلاب السايب وللكلاب المكلوب، هذا كل موجود في الجامعات التونسيه، هذا الكل موجود من الشمال الى الجنوب. بحث علمي فرانكلي، دكتور متفرغ للبحث العلمي ما يعطيه حتى شيء. انت قبيله قلت مبروك عليكم المدينه الثقافيه، والله يرى مرات اشياء مؤسفه، الثقافه تصرف عليها فلوس. لا لا هذا لا ينفي ذاك محمد، خليني عبر على رايي يا ضحى، خليني عبر على رايي. اي ما نحبوش ننفي، وحنا حاجه ابني عمارات ب60 ايتاج للثقافه وللرقص وللفن وللانسعاجر واللي تحب، وخلي الجماعه لا ما نقتصدوش في الفن في ننسي عاجر. خليني محمد البوزيدي خليني نتكلم، تفضل خليني انا نعبر وانت عبري كما تحب. لا جوست نتفق في الملاحظه، الثقافه مهمه كما الاقتصاد مهم كما الاجتماع مهم، ما نختصوش المساله في انه نلقيو حاجه باش نطوروا حاجه. توا نطوروا العلم نتاعنا ونصرفوا المليارات على الفنانين وعلى ناس تجي تاخذ الفلوس وتمشي تروح، وخلي الجامعات بالوضعيه هذه. ما يسالش، ما هو احنا عندنا واقع نحكيو عليه. شوف البحث العلمي في تونس الكذبه اللي صدقناها الناس الكل، ما فماش بحث علمي. والناس اللي قبيليك يحكيوا عليهم، الناس اللي هربت بجلودها لبرا عندهم الحق، خاطر اللي يلقاها لبرا ما يلقاش في تونس. واضح. احنا شعب سامحني مشينا 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 وهدينا كل شيء. راو المؤسف في فما نقطه ما حكاوش عليها، ما يحبوش يحكيوا عليها، شهريه الاستاذ التعليم العالي، هو الاستاذ التعليم الثانوي كيف كيف، هو المعلم التطبيق كيف كيف، وهو شهريته في شهر يخلص قد خدمه كناتري في نهار، كناتري الصغير مش الكبير. واضح محمد. واحكي انت على البحث العلمي. واضح سي جوهر، نحكيو على البحث العلمي اللي من المفروض الدوله الموارد الماليه نتاعها اغلبيه الموارد من المفروض تمشي للقطاع هذا اللي غدوه باش يضمن لها تطور في جميع المجالات. كي نقول لك انه 0.66% فقط من الناتج الخام نتاع الدوله التونسيه يمشي للبحث العلمي، وانه فما دعم فقط من المؤسسات العموميه، يعني ما عندناش فلوس اخرى نجموا نجيبوها ناس تستثمر، مستثمرين يستثمروا في البحث العلمي، علاش الرقم هذا؟ وهل انه الدوله بالحق ماشيه في سياسه تنميه وتطور ونحكيوا على التكنولوجيا وما زلنا احنا وين من هذا الكل؟ يبدو انه فما بعض الدول اللي كنا نضحكوا عليهم فاتونا برشا. صحيح، ساعه ننطلق من الرقم اللي اعطيته 0.66%، مع العلم انه في مرحله معينه من تاريخ تونس وصلنا الى 1% من البي بي، وكان سي ان اوبجيكتيف ان نخلطوا 1% وخلطنا له في مرحله معينه، ثم تراجع الرقم هذا رغم انه المعايير الدوليه والمنظومات الدوليه الان تتحدث على ضروره ارتفاع الى 2% من البي بي، يعني المفروض انه 2% من الداخل الناتج المحلي الخام يكون مخصص للبحث العلمي، احنا بعد ياسر على الرقم هذايا. لكن قبل ما ننسى نحب نرجع لمسألة، لأنه الكل مربوط ببعضه، مسألة المطالب المادية للأساتذة تو نربط لك مع مسألة البحث العلمي. نحب نقول أنه المطالب رأي مش لأننا نتحدث أيضا على مسألة الجامعة العمومية وعلى مسألة الأمور المعنوية، المطالب المادية المطالب مشروعة مشروعة جدا، لانه اولا فما مسائل تتعلق بتطبيق القانون وتطبيق سلم التاجير وتطبيق واحترام يعني التدرج في هذا السلم، ولكن ايضا لانه وهنا نحب نقول هون نوجه نداء ساعه انه مطالبنا، واحنا نعرف اساتذه اغلبيتنا اساتذه هون، مطالبنا مشروعه ومطالبنا حقيقيه ومطالبنا مساندين فيهم الطلبة متاعنا، لأن هم يعيشوا معنا الوضعية هذه ويعرفوا وضعية الجامعة ويعرفوا وضعية البحث العلمي، وهذا كان علاش سادونا راهو مش حبا في عيوننا، لأنهم يعرفوا أن ندافعوا على مصيرهم ومصير الجامعة. أنا نحب نحذر أنه وخاصة بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين والوزير أنه يزج بالأولياء والطلبة في صراعه مع الأساتذة، أنه يحاول يقلب الطلبة ولا يحاول يقلب أوليائهم على أساس يعني خطاب شعبوي. الطلبة يعرف أنه الأهم في الجامعة ما يشي الأعداد، الأهم في الجامعة هو التكوين، هو وقت يدخل لونفي
وشو ياخذ من الاستاذ وشو العلم اللي ياخذه. بالتالي نحذر انه اللعبه اللي لعبوها في التعليم الابتدائي في التعليم الثانوي مش قادرين. سامحني لا مش قادرين يلعبوها في التعليم في التعليم لا العالي لان ما عندناش صغيرات. احنا عندنا كبار على الناس دي زادولت نقريو فيهم ونحكيو على دكاتره ومشروع دكاتره ويعرفوا مسؤولياتهم. المساله علاش نقول لك ان المطالب الماديه مرتبطه بالبحث العلمي. شو معناها استاذ اليوم يمشي لمعرض الكتاب يهز ولاده يخير يشري لهم هما زوز كتب ولا ثلاثه من يغزل الكتاب بعينه. استاذ التعليم العالي يغزل الكتاب بعينه ما ينجمش يشريه. هذا هو. انا احكي لك حكايه على لا ونوفا تحب تحكي لي توا ولا بعد ما تخرج في البدايات؟ تحب نحكيها لك توا في 10 ثواني لخصني انجز لي في جوك. العام انا في وقت سي صادق شعبان كان وزير التعليم العالي كنت نقري انا في المدرسه العليا للتجاره. جاونا الصباح قالوا لنا اليوم فماش قرايه السيد الوزير مش عملنا زياره. قلت له ماشي مني فيا السيد الوزير عمل زياره ماش قلت نقري على روحي. دخلت نقري قاعد يدور هو على الصالات القاهره كلها فارغه يلقاني انا موجود في الصاله وبرشا طلبه موجودين. دخل باش يتحدث شويه مع الطلبه اي يحكي مع الطلبه ويقول لهم يلزمكم تهتموا بالتعليم وتقراوا على رواحكم الى اخره وردوا بالكم راهو نحبوا معاه ببالكم تبعوا الوظيفه العموميه ولا الشهريه ولا البحث العلمي ولا نحبوكم تعملوا مشاريع تستثمروا وتعملوا شركات ومؤسسات. وغزر لهم في اخر الحديث وقال لهم ردوا بالكم تغلطوا الغلطه اللي غلطها استاذكم اشوفوا في حالته كيفاش. هذا سي صادق شعبان وزير التعليم العالي شنو دخل قال لي قدام يمكن 300 طالب. هذا هي الجامعه انه يغزر لك وزير واتضح وانا نعرف انه قراني استاذي هو استاذ جامعي بلكش خاطر استاذ كيدلل عليك وسادلك معاك نقراو حسن النيه. غزرت للطلبه قلت لهم ما تغلطوش غلطه استاذكم وما تغلطوش غلطه وزيركم. واضح نشاهد هذا التقرير اللي فيه يلخص الموضوع فيه تفصيل حول حاله المخابر نتاعنا المفروض باش تكون ارضيه للباحثين باش يقوموا بالاختراعات نتاعهم والتجارب نتاعهم لانه الارضيه هذه ما تحولتش لارضيه اختبارات وانما لارضيه باش الفئران والعناكب يلقاوني كنو ريوسهم. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمصدر الحديث. مقياس تطور الشعوب يقاس بمدى اهتمامها بالبحث العلمي. في تونس إلى أين نسير في ظل جامعات بدون مخابر؟ أو شبه مخابر في شكل مقابر تكسوها العناكب وجدران تسكنها الفئران ومحيط تغزوه الفضلات. هذا ما وثقته الصور وهذا ما يصرح به أهل القطاع. رانا ولينا نقريو في كالكوبار في ديسال كانوا انتوغ غيمي دونك دي تواليت ولينا نقريو فيهم. قريت بيرسونيلمون في غراج ا مومون دوني. Est-ce que c'est normal, quelle que soit donc la qualité des enseignants, la qualité des étudiants de psychique, je peux t'amener. Ça m'a marqué par part zéro millième. Mais je peux t'amener la recherche. Mais je peux t'amener. Tu حكمت déjà à la Tunis, jamais de la vie. Mais je n'aime t'atteler ou t'enmo. في هالدول العالم خاطر بعنا كل شيء وفقرناها من كل شيء. لو كان نحكي على جامعة قفصة على حسب علمي لحد الآن عندنا مختبر برك في اختصاص واحد ولكن الاختصاصات الانفورماتيك والتقنيات الحديثة هذا الكل مازالوا ما عندناش مختبرات. نقعدوا ديما نخدموا أشفال بين دي لابوراتوار تبدا في صفاقس ولا في جابس حتى باش نعملوا شهادات التبريز ولا شهادات الدكتوراه ما نجموش حتى لحد الآن إلى يوم الناس هذا. ما عندناش مدرسة دكتوراه في الاختصاصات هذه حتى الطلبة متاعنا لازم تعمل ترسيم في جامعات أخرى. أستاذ الباحث في تونس ولا تو حتى في عوض هو يحرص على تحسين نوعية البحث اللي يقوم بها يحاول يلقى مخارج وحلول للصعوبات الإدارية والتسيير في مشاريع البحث اللي يقوم بها. اللي للأسف نحب نقولها أنه الإصلاحات اللي عندنا سيتان ديكور معناتها نحكي وإحنا كي تغزر من بعيد تقول ثمة إصلاح ولكن وقت اللي تهبط للبراتيك راهو مش تلقى عديد الصعوبات وتلقى أنه النصوص هذه ما تمشيش مع التسيير اليومي سواء للبحوث ولا للتسيير المؤسسات الجامعية. إحنا قريف في بنية مكرية معناتها وما توفرش فيها حتى المثال. إحنا المؤسسة متاعنا ما عندناش مقر خاص بها مازال ما تبنيش. الجامعة بصفة عامة في قفصة معناتها تلزنا باش نحكيو حتى الوضعيه نتاع المدينه.
لانه ما نخبيش عليك الاستاذ الجامعي وقت اللي يمشي يقري في قفصه من نهار الاول اللي يدخل يفكر في نهار تاش مش يخرج، وهذا اللي خلى انه الجامعه عباره مختبر بيداغوجي. نعرفوا اللي المشاكل هذه كيف نحكيوا عليها هي تهم كل الجامعات في تونس، لكن بصفه خاصه في الجامعات الداخليه فما نوع من التهميش، سواء من ناحيه كما قلت قبيله دونك في البنايات اللي نقريو فيها يعني غير مؤهله لانه من التدريس، مثلا في قفصه في معهد الرياضه البنايه متكونه من طابقين، في حين انه من المفروض معهد الرياضه يلزم يكون مجهز بالملاعب وبكل المعدات. معهد الموسيقى في قفصه مثلا اضطروا في بعض الاحيان انهم سامحوني يعني تواليت يأثوها ويعملوها في شكل قسم باش يقدموا فيها دروس يعني في الموسيقى. احنا في قابس بعض المؤسسات مازالوا لحد الان يقريوا في بنايات يعني مكريه يعني في شكل عماره، يعني البنيه هي في حد ذاتها تعتبر مكان غير لائق بمهنه التدريس وغير لائق ايضا للطالب باش هو يقرا فيها وباش يحصل العلم نتاعو. تو احنا الاستاذ الجامعي ما عندوش ديكور حاضرين يقري بهم، الاستاذ الجامعي مطالب باش يحضر هو الدروس نتاعو تي دي لي تي بي، اذا هو مطالب باش ديما يجدد الدروس نتاعو باش يطورهم. كيفاش؟ فماش كتب الكافيه اللي نجموا نطوروا بها الكور نتاعنا، لي سيت انترنت تعرفوا اللي لي سيت امبورطونس سون بيان معناها يلزمنا ندفع الفلوس، لي فورماسيون انا با لو دووا افير دي فورماسيون اللي معناها كيما نقولوا تتكلف شويه. دونك اوني اوبليجي باش نصرفوا احنا من جيبنا باش نطوروا كرات نتاعنا باش نطوروا كفاءاتنا. الجامعي هو باحث كذلك، يعني مهمته ماهيش فقط التدريس، هي كذلك البحث العلمي، والبحث العلمي هذا يتطلب إمكانيات مادية، يتطلب إمكانيات لوجستية اللي هي معناتها للأسف مش موجودة. كي نقولوا إحنا اللي ميزانية وزارة التعليم العالي اتدحرجت من سنة 2011 حتى بين سنة 2011 و 2018 من 6.1 ميزانية الدولة إلى 4.3 ميزانية الدولة، بما يعادل تقريبا 450 مليار انخفضت في ميزانية وزارة التعليم العالي. يعني هنا نشوفوا اللي التعليم العالي ماهوش من اولويات الدوله. يعني نخدم هاني في مؤسسه تعليم عالي في سوسه، يعني مانيش لا في قفصه لا في قابس، لا في مؤسستي ما عنديش مثلا ارتباط بشبكه الانترنت، ما عنديش انترنت في المؤسسه نتاعي. مثلا اني درست طلبه سنوات الماجستير في السداسي الاول، نوري طلبتي كيفاش يدخلوا على موقع بيغاتاج دونك روسي باش ينجموا يتحصلوا على دي زارتيكل سيانتيفيك معناتها مقالات علميه باش يعملوا ابحاثهم. علاش؟ لانه في مؤسستي ما عندناش اشتراك بالمجلات العلميه اللي هي بيانت يعني بالفلوس. معناتها شوف احنا اولويات الدوله وين متوجهه اليوم. يعني نرجع ونقول راهي البلدان اللي تطورت وتقدمت هي بلدان راهنت على التعليم العالي وعلى البحث العلمي. انا نعطيك ان اكزومبل سامبل، الباحثين المغاربه والجزائر جيراننا بحذانا معناتها احنا في بريسك نفس الانفيرونمون قاعدين يرجعوا لبلادهم. علاش؟ خاطر بلادهم تحفزهم بنفس الشهريات واكثر امتيازات من فرنسا اللي هي بلاد متحضره. ما تحكي على الجزائر وفرنسا، لا احنا تونس لي زارتيكل نزيدو من جيبنا باش نبريزونتيهم. معناتها انا واحد من الناس السالير نتاعي شاطر نستهلك فيه في البحث العلمي، خاطر اللابوراتوار الدوله ما توفرليش الفلوس باش نعمل البحث العلمي ولا باش نجم نخرج ولا باش نقابل دي بوانتور انترناسيونال باش نتحسنوا العبد، خاطر العلم قاعد يتقدم كل نهار تزيد حوايج جدد. احنا اذا ما نكونوش مواكبينها ونجموا نتحاوروا مع زملاء اللي يخدموا في نفس الدومين ما احناش نجموا نحسنوا التعليم. معناتها ماهيش حاجه قديمه قاعدين نبنيو فيها ونعاودوا فيها هي بيدها، احنا ديما نقراو في لي زارتيكل سيانتيفيك، ديما اون ا بيزوان دو بوبليكاسيون، وهذا مش نتحصلوا عليه لازم ندفعوا الفلوس. احنا سنا وزاره التعليم العالي مش تكافئنا على العمل نتاعنا، قصت لنا لي زابونمون في لي كونفيرونس انترناسيونال. معناتها الاستاذ الجامعي ولا يلوش كيفاش يبيراتي مش ينجم يتحصل على ارتيكل، مش يرى العلم لوين وصل، مش ينجم يحسن هو في البحث العلمي. انا قري في مؤسسه مرموقه اللي هي المدرسه الوطنيه المهندسين بصفاقس، معناتها مدرسة مهندسين، أنا ما عنديش بيرو. ما عنديش بيرو نجم نقعد فيه، ما عنديش بيرو نجم نكادري فيه الطلبة. تنكادري الطلبة في القهاوي. تنكادري الطلبة في الكور. تنكادري الطلبة في الكور. تولي تلوج على الصالة مش تنكادري فيها الطلبة، تلقاهم زوج ثلاثة زملاء قاعدين ينكادريو في طلبة فرد صالة. دوز زونسينيون دو دومين ديفيرون وأنت طلبة دايرين بيك، ولا إذا اندوستريال تستنى الاندوستريال يرضى عليك تمشي للشركة أنت. بارتي بروبر مويان مش تقعد مع الطالب نتاعك اللي تنكادري فيه.
راهو كيف نقول لك بالنسبه للاستاذ التعليم العالي رانا عندنا ياسر تضحيات نعملوا فيها. قال كلام انسر تمومو من الوزير الله يهديه معناتها قال انتم مش قاعدين تخدموا، انتم مش قاعدين تعملوا نهارين خدمه. راني انا واحد من الناس شخصيا ونحكي لك على زملائي الكل في الديبارتمون، الماجوريتي نتاعنا راهو من 8:30 9 نتاع الصباح ل 5 6 نتاع العشيه واحنا قاعدين في المخبر العلمي، ما عنديش بيرو نقعد في المخبر العلمي، واحنا قاعدين نقراو نخدموا نحسنوا في كوراتنا نجددوا في الكور كل عام، عمرنا ما نقعدوا بنفس الكور، ديما ثما دي ميزاجور، الماتريال نوصلوا نشريوه وحدنا خاطر شريان الماتريال اللي نخدموا به مش ديما ممكن، معناتها ثما ياسر تعطيلات، نوصلوا نشريو من فلوسنا الماتريال مش نجموا نحصلوا على دي ريزولتا اللي هما دي نيفو انترناسيونال ودون كاليتي عالميه. راهو تعبنا، رانا ضحينا برشا وماناش ندمين على التضحيه هذه على خاطر هذاك اختيارنا، احنا نمنوا بالعلم وبالمعرفه ونحبوا ننفعوا مجتمعنا، نحبوا نخلوا بلادنا في مسار دول متقدمه، لكن هناك مسؤوليه كبيره اليوم وما عادش الجامعيين باش يسكتوا على انهم يطالبوا بحقوقهم والدوله وسلطه الاشراف والرئاسات الثلاثه، رئاسه الحكومه، رئاسه مجلس النواب، رئاسه الجمهوريه، كل معناها الفعاليات الحيه في البلاد مطالبه اليوم باش تاخذ ملف الجامعة العمومية بجدية، وأول النقاط اللي لازم تنظر لها هو وضعية الأستاذ الجامعي اللي لا تحتمل ويلزم يقع تصحيحها ويقع إعادة الاعتبار وحفظ كرامة الجامعيين باش نحفظوا كرامة الطلبة باش نحفظوا كرامة الشعب التونسي ونحافظوا على الجامعة كمصعد اجتماعي ما يتنحاش وما يقعش تفريط فيه ورفع اليد الدولة التونسية على المصعد. البحث العلمي تنفق عليه الجامعات المتقدمة المليارات، وفي تونس لا ميزانيات مرصودة ولا معدات متوفرة، إلى أين نسير؟ مرحبا بكم من جديد، ما زلنا متواصلين معكم. صور بثينا هيلكم تحشم برشا، تحشم وما تجيش صور تكون المنبع متاعها تونس، الدولة اللي كانت تتباهى في فترات مش بعيدة برشا بالبحث العلمي وبكفاءاتنا، مخابر ما عادش مخابر للبحث العلمي للأسف، ولات مخابر تتواجد فيها الفئران، وهذا دليل على شنو؟ لأنه البحث العلمي ما عندوش مكانة وأولوية بالنسبة للسياسات المتعاقبة على الدولة التونسية. محمد بوزيدي 30 ثانية خلينا نعطيك كلمة. انا باش نقول كلمتين، معناتها زوز اساتذه جامعيين حكاو على انه الجامعه ما فيهاش انترنت، شيء حشم وقت اللي تصرف شركات الاتصالات في تونس المليارات. واضح. الاولى في 30 ثانيه انه الانترنت جراتوي مجانيه وتزيد الفلوس للجامعات التونسيه وكاو. واضح دكتور بالعيد، هذه وضعيه البحث العلمي في تونس، هل انه فعلا عندنا بحث علمي ولا لا؟ الكفاءات موجوده، لكن انت كدوله ما وفرتليش وين باش نعمل البحث، ما عطيتنيش الماتريال، انا نصرف عليه كباحث للماتريال، انا نضطر باش نهيئ قاعه وحدي باش نقوم بالاختبارات نتاعي، هل يعقل هذا في تونس بعد الثوره؟ هذا ماهوش غريب، بالنسبه لي انا هو نتاج لمجموعه من الاخطاء المستمره والمتواصله، اللي خاصه بعد الثوره ثم تخبط على مستوى الرؤيه وحكينا عليه. منظومة إيمد هذه منظومة الإجازة الماجستير الدكتوراه في حد ذاتها تقوم على ركيزة أساسية. الركيزة الأساسية هو الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، في ظاهرها شيء وفي باطنها شيء آخر، وبالتالي اللي نرى فيها كلها بالنسبة لنا مسألة يعني نوعا ما عادية ونتيجة ما هيش غريبة بالنسبة لي أنا. هذا لابد نجز، والبحث العلمي فيه زوز أجزاء، ثم بحث عن خاص بالطلبة سواء طلبة في مشاريع التخرج أو طلبة ماجستير بحث أو طلبة ماجستير مهني أو طلبة مرحلة الدكتوراه، ولازم نصروا الطلبة الحاضرين معنا يحضروا الدكتوراه قداش كلفت الدكتوراه نتاعهم، قداش تكلفهم، قداش تكلف على الأهالي نتاعهم بالنسبة للكلفة هذه. ثم أيضا الجانب الثاني وهو بحث الأساتذة الجامعيين، خليني أنا نعطي مفاجأة أيضا، في العديد من الملتقيات الدولية تلقى تونس حاضرين، وفي المجلات العلمية تلقى الأساتذة يعني موجودين بالمقالات نتاعهم بالانجليزيه في الطب وفي الهندسه وفي القانون وفي العلوم الانسانيه والاجتماعيه في جميع الاختصاصات، الاساتذه والاستاذه بقيله حكيت على انه لانه مرتبط بدراسه المسار الكارير بروفيسيونيل نتاعو. الاستاذ في الجامعه لما يكمل الدكتوراه ما يفرحش برشا لما يدخل يكون ريكروتي، راه مازال عنده مسار كبير جدا هو مجبر باش انه يكون باحث رغم ان يحب ولا ما يحبش، لانه حتى كان ما يحبش هو مطالب باش يترقى يلزم يعمل ديزارتيكل بيبليي. سي بور سولا لي زونسينيون اونيفرسيتير
سون ديز انسيان اونيفرسير شيرشور، يعني هما باحثين بحكم المهنه نتاعهم وبحكم الضروره، ونلقوهم في العديد من الملتقيات، ونلقوهم برشا خبراء، ونلقوهم في برشا كفاءات. الوضع اللي راهو فيه احنا توا هنا يعطينا مؤشر دليل الوضع. ثم فراغ كبير وبون كبير ما بين الخطاب السياسي وما بين واقع الاشياء. السيد الوزير يتحدث على 10 مليارات مخصصه للبحث العلمي. ها هي البحث العلمي. اذا اشكاليه كبيره. نحن ندرس الكل في الجامعه، ناس اساتذه زملائي يقروا في الاعلاميه، اساتذه ما عندهمش اجهزه حواسيب اورديناتور. الماده احنا عندنا في الجامعه نتاعنا وبالرغم اللي هي واختصاص العلوم الانسانيه والاجتماعيه، الاجهزه كل جانا مصي. وتجهيزات لما تتبلنت يزم يقراها بك لغه الزلابيه، لغتك اكل الكتيبه الشنغازيه، ساعات حتى البروغرامر في حد ذاته مين يمشي يفهمها، لانها جات في شكل هبه. اذا اشكاليه كبيره، ناس عاجزين حتى على يجيبوا موارد من طرق اخرى. شفنا بقينا المدرسه الدوليه لو كان خدموا تعاون دولي مع السفاره الفرنسيه ولا الجمعيه الفرنكوفونيه كان ينجموا يجيبوا اساتذه. لو كان المخابر هذه ووزاره التعليم العالي خدمت على تعطيل الباحثين من قبل مؤسسات بحثيه دوليه عن الكفاءات وقادرين على تعطيل وتقديم نتائج. دكتور الكفاءات حابين معنا، ماذا بينا نعطيو الميكرو للدكاتره الباحثين. عزمي صح، انت لازم تسمحنا خاطر في كل حلقه نتعبوك، اما ما يسالش كله في خاطر شيء ما يتخبى. نعطيو الميكرو لواحد من الدكاتره الباحثين. دكتور بالعيد قال كان تشوفوا قداش يصرف الدكتور على البحث نتاعو. انت كملت الدكتوره نتاعك من المفروض؟ لا انا ما زلت. دونك لو كان تحكي لنا كيفاش قاعد تقوم بالاختبارات نتاعك والبحوث نتاعك، هل انه فما دعم من الجامعه تلقى في دعم ولا بمجهوداتك الخاصه انت والعائله؟ نلقى في دعم، دعم كبير. دعم كبير قدره 250 دينار في الشهر، نصرف 600 700. دونك فريمون ميرسي بوكو للجامعه الوطنيه. دوطخ باغ نحب كلمه ظريفه على التعليم. التعليم قطاع سيدي بامتياز، وهو صرح من صروح السياده الوطنيه وبضربه ضرب للسياده الوطنيه. والدوله او الوزاره هذاك فاش قاعده تعمل ولا تضمره قيد انمله. فيما يتعلق بالبحث العلمي، خلينا نقعد فيما يتعلق بالبحث العلمي، رساله الدكتوراه تحديدا، رساله الدكتوراه رساله معاناه. الدوله تطلب منك تعملها في 3 سنين وتكون ديسبونيبل اونتيرمون للبحث العلمي في 3 سنين وتعطيك 250 دينار وانت تصرف. الوغ تعرف انه مستحيل واصلا صرف المنح. 250 دينار في الشهر سامحني؟ في الشهر 250 دينار في الشهر، وساعات تاخوهم مره في 8 شهور. انت وجو لوزر. به الوضعيه نتاع المخابر العلميه اللي شفته هاكم، شفتوا طالب الدكتوراه وين يعمل في البحث العلمي نتاعو؟ في وضعيه مزريه كارثيه، في مخابر لا تتوفر فيها اقل شروط السلام المهني. يعني اليوم طالب الدكتوراه معرض للامراض المزمنه والغير مزمنه، الحاد لطف عليكم الكونسير وغيره، وانت ماشي. دونك مش لازم نزيدوا نحكيو، الصور ظهر اللي تتكلم وحدها. الاهم رسائل للوزاره، رسائل للوزاره اللي نتلقاوها كل يوم خطيره جدا. فقط بعجاله؟ بعجاله. الرساله الاولى نحن لا نريدكم، كفاءات هذا البلاد لا نريدها، تحبوا ترحلوا الباب محلوق، تفضلوا وكان رجعتوا جيبوا معكم شويه ديفيز. واضح. الرساله الاخرى، البحث ليس اولويه، والرساله الاخطر لا أمل في البحث العلمي في هذه البلاد. واضح. شكرا لك وداد، نرجع معك فيما يتعلق بالبحث العلمي. صعوبات كبيرة برشا يتعرض لها الباحث، ويبدو أنه كي نتفرجوا في المعاناة هذه واللي الباحث اللي كان ينوي الطالب كمل 3 سنين وناوي باش يعمل الدكتوراه يقول لا فماش، علاش؟ بما أنه فما طريق معبد بالأشواك تستنى فيها. خلينا نقص من هنا خير. احنا كما قال زميلي ياسين، المعاناة نتاع الدكتور ولا الباحث تبدا من وقت اللي هو مازال طالب دكتوراه، حتى كشي تتواصل، حتى كشي بعد ما ياخذ الدكتوراه نتاعه ويكمل دكتوراه، حتى كشي وين معناها يا يلقى ان بوست ولا يا يبدل كاريمون الكارير نتاعه. اكيد انا مش تتواصل للروتريت. تتواصل للروتريت ايفيكتيفمون. سيدتي نحب نقول لك اللي توا احنا حسب وثائق رسميه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، الميزانيه المخصصه لمخابر وحدات البحث في تونس هي 14 مليار. اللي هي اذا كانت تاخذ معناها بخوني اون كونسيديراسيون اللي ميزانيه الساعات الاضافيه معناها المخصصه للساعات الاضافيه في التعليم العالي في تونس هي اكثر من 24 مليار، وتلقى 14 مليار مخصصه للبحث العلمي على اكثر من 700 مخبر ووحده بحث. تجي تشوف تلقى فينالمون معناها في اخر المطاف تلقى وحدات بحث ومخابر بحث تاخذ في 10 ملايين و15 مليون اللي هما في بلايص اخرين ما يجيوش حق معناها بابي اسويتو. 250 دينار في بعض الاحيان. اي
كي تجي تشوف اللي تلقى في مخابر البحث هذه ناس معناها طلبة الدكتوراه ولا الدكاترة اللي هما حالة معناها أتعس، لأنه طالب الدكتوراه على الأقل عنده صفة وعنده لما حالة هي يخدم في دي كونديسيون خايبين زادة، أما لكن تلقى فيهم زادة الدكاترة اللي هما أغلبيتهم يا يخدموا بلاش فلوس وإلا يخدموا في معناها يخدموا بلاش فلوس على أمل إنهم مثلا يحسنوا السي في نتاعهم، عندهم الأمل نتاع يخدم بلاش فلوس حسن السي في حتى شنو يتحلوا كونكور وتكتسب أكثر خبرة وتكتسب أكثر خبرة وتولي تنجح وتاخذ أن بوست أن أوتخ جور. اللي حتى اللي عندهم معناها ان كونطرا ولا حاجه تلقاهم عقود اللي هي لا ترتقي لا في معناها عقود لا فما فيها حتى لا تحترم حتى سلم تاجير، لا تحترم معناها القيمه شهاده الدكتوراه، لا تحترم لا فيها تغطيه صحيه لا تغطيه اجتماعيه لا حتى شيء. كي تشوف هذا الكل معناها تقول كي تشوف اللي غياب كلي وتام لي معناها لي فيزيون معناها لنظره واضحه